اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. يمكن طبعا اليومين اللي فاتوا كان كل الكلام منصب على الازمه اللي حصلت في نهائي البطوله العربيه، ما بين طبعا كان النهائي كان ما بين الترجي التونسي والفيصلي الاردني، ويمكن الاحداث اللي حصلت اثناء المباراه وبعد المباراه من جماهير الفيصلي الاردني، يمكن ناس كتير قوي كانت مستاءه، وناس كانت في بعض على السوشيال ميديا كانوا ضد كابتن ابراهيم نور الدين، وده في حد ذاته كان شيء خطا من بعض التصريحات او بعض الكومنتس اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك، نتيجه طبعا في بعض الناس بتتكلم ان كابتن ابراهيم ليه توجهات في الدوري المصري، فبالتالي مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي، لكن الجزء الاهم او المنظور الثاني اللي انا ببص فيه لهذه الازمه هو الجزء اللي هو الاداري، لان دايما اي شغف في الملاعب بيحصل نتيجه تصريحات بتبقى من البدايه اداريه، فبالتالي بتوصل للاعبين وبتوصل للمسؤولين داخل الملعب سواء بقى جهاز فني او لاعبين، فبالتالي بيحصل عمليه الاحتقان داخل الملعب، وزي ما احنا شفنا الاعتراضات اللي موجوده للاعبي الفيصلي مش من مباراه الترجي فقط لا غير، ولكن من قبل كده. احنا يمكن قبل مباراه الاهلي كان في بعض تصريحات، ويمكن قبل البطوله لو نتذكر التصريحات الخاصه بنائب رئيس النادي وكان هو رئيس البعثه لنادي الفيصلي الاردني الاستاذ رئيس كان نائب اسمه حسام، كان يعني اعتقد تصريحاته كانت قويه جدا، كانت ضد كابتن حسام البدري لو نتذكرها، ونادي الفيصلي الاردني كان مشكور نتيجه طبعا ما يحصلش اي مشاكل من بعد هذه التصريحات، غير رئاسه البعثه لنائب رئيس النادي الفيصلي الاردني. يمكن رئيس النادي هو سلطان العدواني لو نفتكر اسم هذا نائب الرئيس، كان بتصريحاته الخاصه بهذا الشان، ولكن طبعا عايز اقول لكم ان التصريحات نفسها اتكملت مع اثنين من المسؤولين في الفيصلي الاردني، يمكن الاستاذ سلمان العساف مدير الكره وسامح حلواني، اللي كانوا يمكن سبب لو جينا شفنا اللقطات بتاعه الفيصلي الاردني هنلاقي استاذ سامح حلواني هو اللي بيضرب كابتن ابراهيم نور الدين في الملعب، لكن عايز اقول لكم الاسلوب التصريحات نفسها ما قبل المباريات ده قدامنا على الشاشه، ونشوف تصريحات استاذ سامر واستاذ سامر العساف سلمان العساف وسامر الحلواني في تصريحاته ما قبل مباراه الاهلي بالذات، هنعرف ان عمليه الاحتقان كانت موجوده ما قبل مباراه الترجي، يعني النادي الاهلي ملوش طرف تماما في هذه البطوله، لكن يعني هي دي النقطه الاحترافيه بقى، الاحترافيه ان انا نادي الفيصلي نادي كبير، نادي واخد بطوله دوري وكاس، وهو الزعيم زي ما بيقولوا في الاردن بشكل كبير، فبالتالي اختياره للناس اللي ممكن يبقوا مسؤولين ويقدروا يطلعوا تصريحات، فبالتالي التصريحات دي بتوصل للاعبين، وبالتالي اللاعبين بيبقوا عندهم الحماس او عندهم احتقان، فبالتالي اللي حصل ان التصريحات دي وصلت احتقان للاعبين، فبالتالي الجمهور لما بيشوف لعيبته وبيشوف الجهاز الفني اللي انا يمكن بشيد بمستر نبوتشا المدير الفني اللي هو محترف، وده اللي انا عايز اتكلم عليه، وهو ده اصلا اساس الفكره عندي، ان الاحتراف للاسف في بعض الدول العربيه او بعض الفرق العربيه مش موجود بشكل كامل في الحته الاداريه. نبوتشا كان بيتكلم دايما سواء على اي فرق بيقابلها ان انا بحترم قرارات التحكيم، بحترم الفريق اللي قدامي، بيتعامل في الملعب فقط لا غير، لكن الشكل الاداري اعتقد من خلال التصريحات كان الى حد ما ناقص بشكل كبير، عنده مشكله في خروج الكلام، فبالتالي اكيد اللاعبين بيوصل لهم الكلام ده، فبالتالي في الملعب كان بيحصل عمليه من العمليات الاحتقان، بالتالي وصل للجماهير وفي الاخر يحصل اللي احنا شفناه في الاخر. عشان كده بقول يعني النادي الفيصلي الاردني انتقاء المسؤولين اللي ممكن يبقوا يطلعوا يقولوا التصريحات، انت اختار زي ما انت عايز مين يدير الكره عندك، ولكن اختيار المسؤولين ممكن يطلعوا يقولوا التصريحات. يمكن احنا عندنا تصريح ما قبل المباراه الاهلي، وهو يمكن كان كلامه لحد ما كان ماشي بشكل مظبوط لغايه لما قال ان احنا الاعلام بيحاول يبخس حقنا كنادي فيصلي و و و و وهو ده المشكله اللي يمكن كانت واصله للاعبين، ان هم مضطهدين، ان هم مش هياخدوا البطوله حتى لو هم في احسن حاله او احسن فريق في البطوله، وده في حد ذاته غلط، الكوره اجتهاد وهم اجتهدوا بشكل كبير كفريق فيصلي، فريق ممكن الكره الاردنيه لحد ما احنا ليها رابط لينا رابط كبير معاهم من خلال طبعا كابتن محمود الجوهري وجميع المدربين اللي راحوا بعد كده عشان
عشان يطوروا الكره الاردنيه، سواء بقى كابتن محمد عمر، كابتن حسام حسن، كابتن محمود جوري طبعا في البدايه، وعمليه التطوير الكبيره اللي حصلت هناك. طبعا يعني انا ما انكرش ان في مجهود كبير الامير علي بن حسين طبعا رئيس الاتحاد الاردني اللي بيقوم بدور كبير جدا في تطوير الكره، ايضا رئيس نادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان. يعني اسف ان انا خلطت ما بين رئاسه النادي والنائب الرئيس، لكن الشيخ سلطان العدوان اعتقد ان هو حتى ما بيتكلمش، هو اعتقد ان القرارات اللي بعد كده والبيان اللي طلع من نادي الفيصلي الاردني بالاعتذار عن ما حدث في هذه المباراه او نهايه البطوله كان جميل جدا وحاجه جميله جدا، لكن احنا بنتكلم على مستقبل الكره العربيه ومستقبل الاحتراف. انا عايز اقول لكم في موقف من مواقف النادي الاهلي طول عمره عنده جزئيه مهمه جدا، الاحتراف في كل حاجه، ازاي انا اتعامل مع كل مباراه، اتعامل مع المشكله. ما شاء الله احنا عندنا في النادي الاهلي كابتن سعد حفيظ لما بيطلع يتكلم كل كلمه محسوبه بشكل مميز، احترامه للفريق اللي قدامه، احترامه للجماهير، احترامه للبلد اللي ممكن يكون فيها النادي الاهلي، احترامه. يمكن احنا كان عندي وقعه، احنا بطوله العربيه او بطوله النخبه كانت في ابها، كابتن صالح سليم رحمه كان هو رئيس النادي في التوقيت ده، وكان موجود كرئيس بعثه في هذه او الفتره دي والوقت ده والبطوله ده. لما حصل مشكله ممكن مع الفريق، ويمكن حصل شويه شغب وكده من الجماهير، واحنا طبعا كلاعبين كنا في السعوديه، فبالتالي مع جمهورنا ما كانش كبير بالشكل اللي كان موجود، ولكن طبعا مجرد ان حصلت مشكله كابتن صالح قال لنا خلاص ما حدش يطلع يستلم الجوائز عشان ما يحصلش احتكاك ما بيننا وما بين الجماهير، واللي حصل ان الميداليات جت لنا لغايه عندنا، فبالتالي عشان ما يعني ده فكر موجود وفكر احترافي كابتن صالح سليم كان بيحاول يوصله. احنا عايزين كل الفرق بكل اداراتها يبقى عندهم حد متحدث يقدر يطلع بتصريحات معينه، ما تحاولش تبقى فيها احتقان، عشان الاحتقان ده في الاول وفي الاخر يوصل للاعبين، يوصل للجمهور من خلال طبعا تصرف اللاعبين داخل الملعب، وهذا هو يمكن الفكره اللي انا كنت عايز اوصله. لكن طبعا انا يهمني طبعا نشوف بدايه احتقان فريق الفيصلي او اللاعبين داخل الملعب من تصريحات المسؤولين في قبل مباراة الأهلي، وهو معانا دلوقتي أحمد وجاهز نقوله ونرجع بقى، يعني هتفهموا أنا كان المقصود إيه، إن المباراة أصلا مباراة الترجي كانت ماشية بشكل عادي والدنيا بشكل عادي، أخطاء موجودة، كابتن إبراهيم نور الدين عادي بيخطأ وكل الحكام بيخطأ، إحنا بنشوف بطولات أوروبية بتحصل شغالة دلوقتي وفي فرق أوروبية بتجهز بشكل كبير من خلال هذه البطولات الودية وما بيحصلش أي مشاكل، اللي بياخد النهائي بياخد النهائي، ولو نتيجة خطأ بياخد النهائي وزي ما بنقول البطولة بتنتهي من غير أي مشاكل. إحنا هنا ليه كدول عربية أو كفكر عربي إلى حد ما وصلش لنقطة الاحتراف، ليه ما بنوصلش للحتة دي؟ أعتقد إن فريق الفيصلي قدامه كتير في الجزئية دي، كفريق فريق قوي، فريق بيتطور نفسه بيشتغل بشكل جيد، ولكن حتة التصريحات هي اللي وصلت اللاعبين للمرحلة دي. هشوف التصريحات ونرجع أكمل كلامي عن هذا الشأن. لاعبتنا جاهزين لأي مباراة كانت، ونتشرف بلقاء أخوي آخر مع نادي الأهلي، ونتشرف لو كان في لقاء ثالث، احنا ما عندنا مشكلة، والحمد لله الكل يعمل على قدم وساق لخدمة النادي الفيصلي والدينامو. أنا ما بدي أحكي هو أخوي يعني، بس الدينامو اللي متحرك دائما، أخونا سامر الحراني اللي طار أكثر من الكباتن اللي بالطيارة علشان يأمن كل مستلزمات اللعيبة عن طريق معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان، رايح جاي على الأردن، الله يعطيه العافية، والله يعطي العافية لكل من اجتهد واشتغل، وإن شاء الله جاهزين للقاء إحنا، وإن شاء الله الفوز حليفنا. إن شاء الله مش هيبقى حليفكم، هيبقى حليفنا إحنا، بس أنتوا بعد المباراة الأولى شايفين المباراة الثانية إزاي، خصوصا أن أنتوا قدرتوا تفوزوا على النادي الأهلي في أرضه وسط جماهيره، المباراة الثانية شايفينها إزاي؟ إن شاء الله ما راح تختلف عن المباراة الأولى، إن شاء الله ما راح تفرق عن المباراة الأولى بشيء. النادي الأهلي مكتمل. النادي الأهلي اللي بيلبس شعار الأهلي هو مسؤول عنه، سواء مكتمل بيلعب باي لاعب، اللي بيلبس شعار الفيصلي مسؤول عنه، واللي بيلبس شعار الاهلي مسؤول عنه. احنا دائما الفريق الكبير جاهز باسمه قبل لعيبته، واحنا نحترم الاهلي، كل الاحترام للاهلي، فريق كبير وعريق، وانا كررتها اكثر من مره بالمقابلات، هو زعيم افريقيا، لكن الفيصلي مش اقل من الاهلي ان شاء الله. رؤيتك للمباراه اكيد ده مباراه مهمه بالنسبه لكم، وعايز اتكلم عن اهدافكم وطموحكم من خلال البطوله، خصوصا ان انتم قدرتوا تفوزوا في 3 مباريات، قدرتوا تحصدوا 9 نقاط في المجموعه الاولى. المباراه دي بالتحديد شايفها
يا صديقي أول شيء أشكرك. إحنا من بداية البطولة حديثنا كان إنه إحنا جايين للمنافسة على البطولة. بأمر النادي الفيصلي برئاسة معالي الشيخ سلطان وعبر تاريخه بأمر النادي الفيصلي ما شارك إلا للمنافسة على الألقاب. نحترم النادي الأهلي فريق كبير. إحنا جد كتير مبسوطين إنه أعدنا شمل النادي الأهلي بسرعة. النادي الأهلي أعلن حالة الطوارئ باستعادة لاعبينه، مدربه كان بإجازة قطع الإجازة، معناته هذا يدل إنه الفيصلي فريق كبير. أوضح لك حاجة، خليني أكمل. هذا تصريحكم كان، إلا إذا أنتم عندكم تناقض بحديثكم هذا شيء ثاني. الفيصلي فريق كبير، إحنا جينا للمنافسة، اللي بده ينافس على بطولة ما عنده أي مشكلة مع مين يلعب. نحترم الفريق الأهلي بإنجازاته بعراقته بجمهوره بأرضه، وأيضا ثقتنا عالية بلاعبتنا. كل الدعم كان للفريق من معالي الشيخ رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة. إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الفريقين، وإن شاء الله بعد المباراة حتباركونا لأنه ثقتنا كبيرة بلاعبينا. أكيد برضو الفريق الأهلي إحنا مش مستهينين فيه، فريق كبير وحقه يلملم كل أموره ويستدعي كل لعيبته للمنافسة على اللقب. وبرجع بقول مباراة تليق باسم الفريقين. الأربع فرق اللي وصلوا على المربع الذهبي هم كبار العرب، يعتبروا مع انه شاركوا الابطال العرب هم كبار العرب. ان شاء الله تطلع مباراه نظيفه، التحكيم يكون على قد المسؤوليه، ما ينحاز التحكيم لطرف معين. وانا بوعد الجميع عبر قناه الاهلي اذا كانت اللجنه المنظمه بحاجه فريق انه تكون النهائي جماهيري، فان شاء الله ملعب برج العرب ان شاء الله حيكون الفوز حليفنا، وحتلاقوا جماهير الفيصلي كانه بنلعب بارضنا وبلدنا، ورغم انه مصر هي بلدنا الثاني. والله يديم عليها نعمه الامن والامان، ولكن الفيصلي جاهز، الفيصلي اجري ينافس على البطوله، احنا جاهزين، نتمنى من الله انه الفوز يكون حليفنا، والباقي من توفيق من رب العالمين. الاهلي كبير، الفيصلي كبير، ولكن ثقتنا كبيره بلاعبيتنا. وان شاء الله برجع بقول لك انتم سويتوا معي مقابله قبل المباراه الاولى ونفس موعد الغداء، وكان الفوز حليفنا الحمد لله رب العالمين، وجهكم خير علينا، وان شاء الله غير اليوم يكون وجهكم خير علينا، وبتمنى ما تلغي المقابله عشان يضل وجهك خير علينا. مش هتتلغي ولا حاجه، بس خلصت اتكلم. خليني اقول لك ان في البدايه كابتن حسام البدري ما قطعش اجازته، هو دي كانت مده اجازته، وكان الطبيعي محدد ليه الميعاد ده ان هو يوصل للقاهره ويقود فريق النادي الاهلي في بقيه مباريات البطوله في حاله النادي الاهلي واصل مشواره. ايضا الحاجه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها وهي لاعبي النادي الاهلي كان محدد ليهم ايام معينه للراحه فقط، وكان بدليل النادي الاهلي من اي 33 لاعب في القائمه الافريقيه لو هو ما كانش عنده النيه ان يشارك لاعبي النادي الاساسيين ما كانش هيستدعيهم او ما كانش هيعيدهم من البدايه طبعا في القائمه. من خلال خبرتي الصغيره بالرياضه، لما انا بدي اشارك على سبيل المثال بطوله الدرع الاتحاد الاردني واقول بدي اشارك بالفريق هدول، معناته هذا الفريق هو فريق يمثل النادي الفيصلي، حتكون ثقتي فيهم كبيره، وعشان ما اهز الثقه فيهم بلشت البطوله فيهم بنهي فيهم. انا اي نادي كبير بيكون عنده 20 لاعب المفروض يكونوا على نفس المستوى على نفس الجاهزيه، لما انا اقعد اريح لمباريات معينه جزء هذا بنزل من ثقه اللاعبين، وهذا زعزعه بثقه اللاعبين. لما انا تكون ثقتي بلاعبين كبيره بلشت فيهم بطوله بنهي فيها مهما كانت النتيجه. انا لازم يكون عندي هدف، جينا للقاهره لننافس على بطوله ابطال العرب، الفريق اللي جيت فيه بكمل فيه، لا بستدعي اي لاعب ولا بستبعد اي لاعب. هذا شان داخلي بالاخر لاخواننا فني خاص بالجهاز الفني وكابتن حسام البدر. نتحدث عن مباراه اليوم ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالاسمين العريقين، الاسمين الكبيرين. الفيصلي للاسف انا برايي الاعلام المصري ما اعطى حقه، ما اعطى شو تاريخ النادي الفيصلي. بطولات دوري عندنا 33 بطوله دوري، 19 بطوله كاس، كاسين اتحاد اسيوي، مشاركاتنا دائما كانت مشرفه، وان شاء الله ان شاء الله غير البطوله هي الفيصلي مثل ما عود الجميع وعود العرب انه يكون خير ممثل للكره الاردنيه، وبعد المباراه لنا لقاء ان شاء الله. يعني هو كلام عامه كله ماشي بشكل جيد، لكن خلي بالكم في نقطه هو يعني راح لها، هي حته التحكيم، وكانت دي قبل مباراة الأهلي لو نتذكر. يمكن المباراة احنا كلنا شفناها، واللي اتضر من التحكيم هو النادي الأهلي من خلال طبعا ضرب الجزاء واضحة لصالح جمعة والحكم ما حسبهاش ما اتكلمش، النادي الأهلي ما اعترضش ولا قال ولا كان حتى قبل المباراة بيوجه
زي ما بيقول بيوجه ان في فريق معين اللجنه المنظمه عايزاه لقاء جماهيري هيكون الاهلي طبعا. وهو ده من ضمن كلامه مضمون كلامه ان اللجنه المنظمه عايزه الاهلي هو اللي يوصل للنهائي مع فريق من الفريق سواء بقى الترجي او كان من فتح الرباط. لكن هو اتكلم على التحكيم وحته ان انا اللجنه المنظمه موجهه الموضوع، لكن طبعا اللي اتضر في الاخر هو الاهلي المصري من خلال طبعا التحكيم. فبالتالي واضح جدا ان هو المشكله اللي حصلت مع كابتن ابراهيم نور الدين موجوده من قبل ماتش الاهلي، حته ان انا لا ما هتظلم ومضطهد من التحكيم، فده في حد ذاته وصل للاعبين اكيد الكلام ده، ومن خلال طبعا اجتماعاتهم هم كمسؤولين مع اللاعبين وصل للاعبين. فبالتالي كان وضع طبيعي ان يحصل خطا بعد الماتش، تلاقي اللاعبين بيعملوا كده، وبعد الماتش تلاقي من خلال اللاعبين لما عملوا كده اكيد جمهورهم لازم يعمل اكتر من كده. فبالتالي جزئيه التصريحات نفسها لازم حد يبقى واخد باله منها، لان النادي الفيصلي بمستواه وصل للنهائي، بشغله وصل للنهائي، بعض الاخطاء التحكيميه استفاد منها وضع طبيعي على حساب الاهلي، وبعض الاخطاء التحكيميه ما استفادش منها وخرج او خد المركز الثاني في البطوله، ده وضع طبيعي. ما بعد المباراه هو ده بقى كانت المشكله نتيجه التصريحات اللي قبل كده. ايضا اتكلم على الاعلام المصري اللي ما ادوش حقه، احنا هنا يمكن كنادي اهلي او قناه النادي الاهلي فردنا لكل الفرق ومنهم طبعا فريق الفيصلي، وكنا بنشيد على فكره بفريق الفيصلي. فبالتالي حته الاضطهاد حتى من الاعلام المصري كانتش موجوده، اعتقد كل الفرق او كل القنوات فردت بشكل كبير لكل الفرق البطوله. فواضح جدا جدا ان في بعض الامور ممكن بعض المسؤولين او المسؤول سواء كابتن سلمان العساف او سامر حلواني، طبعا كابتن سلمان العساف هو اللي ضرب كابتن ابراهيم نور الدين بشكل اعتقد ان هو ما ينفعش كروح رياضيه يحصل كده، لكن خلاص الموضوع انتهى. لكن دايما التصريحات لازم تبقى فيها احتراف. نبوتشي لما كان بيتكلم بقول لكم كان بيتكلم مدير الفني لفريق الفيصلي كان بيتكلم بشكل مميز جدا، هو ده محترف يمكن عشان بلدهم وصلت لمرحله الاحتراف في كره القدم والشكل المظبوط قبلنا بشويه. فبالتالي طبعا فريق او الكره الاردنيه داخله بشكل جديد على مرحله الاحتراف، فبالتالي اعتقد ان هي ناقصهم حته التصريحات من خلال حد محترف في هذه الجزئيه. ايضا يعني خير ممثل طبعا كان الفيصلي، ما اتكلمناش عن شيء، هو اعتقد فريق قوي وفريق مميز بدليل المباراه النهائيه، هو عمل مباراه جيده جدا امام فريق الترجي. فبالتالي لازم ناخد بالنا، هي الفكره لازم ناخد بالنا من كلامنا، لان الكلام ده احنا دول عربيه مع بعض، ما ينفعش ان انا اكون في مصر اتكلم بشكل توجهي لبعض الفرق او ان اللجنه المنظمه عايزه فرق معينه بعينها تبقى في نهائي البطوله، لا، الموضوع ده كان خطا كبير من المسؤولين في نادي الفيصلي او استاذ سامر الحوراني امين صندوق النادي الاهلي، وهو ده يمكن عمل احتقان من قبل مباراه الاهلي وحتى مباراه الترجي وما بعدها. يمكن طبعا البيان اللي اصدر من فريق او نادي الفيصلي بالاعتذار عن الاحداث اللي حصلت فيه ما بعد مباراه النهائي، ده حاجه جيده جدا بتطلع من نادي الفيصلي. وقبليها كان الاتحاد الاردني طلع ايضا بيان وقال ان ده شكل فردي من بعض اللاعبين وايضا من الجماهير. ايضا بيان الاتحاد المصري بيقول بيشكر طبعا، كان خرج برضه بيان الاتحاد المصري بخصوص هذا الموقف، وان احتراما لكل الدول العربيه وكل الفرق العربيه اللي جت في مصر هنا واحتضنت مصر احتضنت هذه البطوله، اعتقد ان احنا كنا بنشكرهم وبنستقبلهم بشكل جيد، ولكن في الاول وفي الاخر احداث بتنتهي، وفي الاول وفي الاخر احنا وطن عربي واحد وكلنا بنستقبل هنا من خلال مصر هنا بنستقبل كل اخواتنا العرب واحنا قلب الامه العربيه. فبالتالي الموضوع عدى بشكل مميز، خلاص اعتذارات موجوده من الانديه، اعتذارات موجوده من الاتحادات. فبالتالي احنا بس في انتظار موقف الاتحاد العربي، الوضع الطبيعي ان يبقى فيه عقوبات موجوده على النادي الفيصلي الاردني نتيجه الاحداث ما بعد الاحداث اللي حصلت او ما بعد المباراه، فهو ده اللي احنا محتاجينه من الاتحاد العربي. عايز اقول لكم ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي او النادي الاهلي بيتكلم على الجمعيه العموميه القادمه ان شاء الله، اللي ان شاء الله هتبقى يوم 25 و26 8 الجاري. فبالتالي النادي الاهلي بيقول
او باين طلع من النادي الاهلي ان احنا ما بنخافش من حد وان احنا ماشيين صح بشكل كبير، فبالتالي احنا بنحاول نريح الجمعيه العموميه. عشان نريحها لازم بالكم الكبير اللي موجود او العدد الكبير والجمعيه الكبيره، الجمعيه العموميه الكبيره للنادي الاهلي، لازم نريح اعضائنا. فان شاء الله يوم 25 اغسطس هيكون اول جمعيه عموميه بالنسبه للنادي الاهلي في نادي مدينه نصر، ويوم 26 هيكون ان شاء الله بالجزيره. فبالتالي ده البيان اللي خرج من النادي الاهلي. وايضا هيكون اعضاء عشان بس الناس تبقى فاهمه، اعضاء فرع الشيخ زايد هيكون لهم حق التصويت في هذه الجمعيه. ده بحكم القضاء، زي ما احنا عارفين ان اعضاء الشيخ زايد اخذوا حكم قضائي بان هم ليهم الحق في التصويت في الجمعيات العموميه القادمه للنادي الاهلي، وده احترام مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لاحكام القضاء. فبالتالي ان شاء الله يوم 25 اغسطس ويوم 26 هيكون الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في فرعي مدينه نصر والجزيره. هو ده النادي الاهلي، ان احنا دايما النادي الاهلي والجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي لها حق تقرير مصيرها في الفترات القادمه، خلاص بعد قانون الرياضه كمان، وزي ما بنقول الميثاق الاولمبي بيقول كده، الميثاق الاولمبي بيقول ان الجمعيات العموميه لهم حق تقرير مصير مستقبلهم في مستقبل النادي بتاعهم من خلال طبعا الجمعيات العموميه اللي موجوده في الوقت الحالي. دايما طبعا زي ما بنقول ان الاهلي فوق الجميع وفوق جميع اولاده او ابنائه بشكل كبير، فبالتالي احنا نتمنى الحضور المكثف لهذه الجمعيه العموميه القادمه عشان نحدد حياتنا ومستقبل نادينا الكبير وكان الكبير للنادي الاهلي من خلال هذه الجمعيه العموميه اللي هتقام ان شاء الله 25 و26 زي ما قلت لحضراتكم. ان شاء الله بكره في مباراه مهمه، مباراه الدور قبل النهائي للنادي الاهلي في بطوله احنا بقالنا فتره طويله ما خدناهاش، بطوله كاس مصر. فبالتالي ان شاء الله احنا النهارده هنفرد لهذه المباراه من خلال طبعا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن ربيع ياسين وكابتن ياسر ريان، نتكلم بقى عن اللقاءات سواء بقى مع سموحه قبل كده في الدوري المصري وفي كاس مصر والمميزات لفريق سموحه، ونقدر النادي الاهلي هيشتغل ازاي من خلال طبعا التشكيله ومن خلال الفنيات والخطط اللي ممكن كابتن حسام بدري يستغلها غدا ان شاء الله. خليني بعد الفاصل استقبل كابتن ربيع ياسين وكابتن ياسر ريان. مرة تانية ان شاء الله بكره مباراه الغد امام سموحه في الدور قبل النهائي، اكيد مباراه مميزه ومهمه للنادي الاهلي. فريق سموحه فريق قوي، فريق عنيد، اعتقد ان عنده سراكا المدير الفني لفريق سموحه، يعني مدرب من المدربين المميزين اللي اولى مبارياته بقى هتبقى مع فريق سموحه. واعتقد ان دايما الاولى المباريات بتبقى لاي مدير فني بيبقى ليها حافز كبير سواء بقى من اللاعبين او من المدير الفني. انا عايز اقول لكم مشوار سموحه في كاس مصر، في بطوله كاس مصر السنه دي، يمكن كان في دور ال 32 قابل المريخ البورسعيدي وفاز عليه 3-2، ايضا في دور ال 16 فاز على فريق الاسماعيلي 1-0، اعتقد يعني كانت مباراه قويه انه يكسب نادي الاسماعيلي وتاهل على حسابه للدور ربع النهائي. وطبعا في المباراة القوية أمام فريق مصر المقاصة يكسب نادي سموحة فريق مصر المقاصة في دور الربع النهائي. فبالتالي مشوار سموحة في هذه البطولة مشوار قوي، مشوار استحقه عن جدارة. فبالتالي إن شاء الله نتمنى تبقى المباراة غدا مباراة قوية. فريق النادي الأهلي أعتقد استعد من خلال أيضا البطولة العربية لهذه المباراة. مشوار النادي الأهلي في هذه البطولة كان في دور ال 32 فاز على الألمونيوم 6-0 في هذه المباراة، نفتكرها طبعا بعدد وفير من الأهداف. في دور 16 فاز النادي الأهلي على فريق الداخلية 2-1، ثم في دور ربع النهائي فاز فريق النادي الأهلي على وادي دجلة بمباراة أيضا كانت مميزة لو نفتكرها برضو بعدد وفير من الأهداف 4-1 على فريق وادي دجلة. فبالتالي مشوار قوي أيضا للنادي الأهلي، وإن شاء الله تبقى زي ما بقول لكم مباراة قوية للنادي الأهلي، والوصول للنهائي ده أمل جميع الأهلاوية وجميع جماهير الأهلي طبعا والجهاز الفني ومجلس الإدارة. كابتن ربيع ياسين طبعا معايا وكابتن ياسر ريان، هنتكلم على المباراة
مباراه غدا، مباراه مهمه، مباراه زي ما بنقول بعد البطوله العربيه، ويمكن خروجنا من البطوله العربيه كان اعتقد ان احنا كنا عايزين نبقى موجودين بشكل مميز ناخد البطوله، لكن الهدف كان من البطوله العربيه هو تجهيز لاعبين. هدف يمكن المهندس محمود طاهر خرج وقال من خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي ان احنا دخلنا عشان شكل سياسي اكتر منه هدف ان احنا ناخد البطوله. فبالتالي احنا استفدنا من البطوله، تجهيز بعض اللاعبين، شفنا خطط ممكن نقدر نلعب بيها في الفتره القادمه، تجهيز طبعا للمباراه القادمه سموحه والترجي. فبالتالي النهارده احنا بنفرش لهذه المباراه، مباراه سموحه غدا. برحب طبعا بكابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن. منور يا كابتن. منور محمد. ايضا كابتن ياسر ريان نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن ياسر. منور كابتن. يمكن وصول لهذه المباراه يمكن استعدادات بداية من نهاية الدوري ثم البطولة العربية، يمكن النادي الأهلي جرب بعض اللاعبين، إضافات للنادي الأهلي من بعض اللاعبين الجدد زي وليد أزار وإسلام محارب، تألق بعض اللاعبين زي صالح جمعة واللاعبين اللي تم لعبهم في البطولة العربية. بنشوف إن كابتن حسام بدري جاهز لهذه المباراة بشكل مختلف، وإحنا يمكن 10 سنين يا كابتن ربيع ما بناخدش هذه البطولة، فالهدف بقى موجود مختلف تماما للنادي الاهلي من المرحله الجايه. بص خلينا محمد انا هتكلم بس في نقطه اللي حصل من في ماتش الاهلي بالنسبه للحكم ابراهيم نور الدين واللي حصل. مفيش يعني بص الرياضه محمد على ما انا الرياضه اخلاق بلا شيء. طبعا. وبصرف النظر عن اي حاجه يعني الرياضه اتعلم منها كتير، الرياضه واجه حضاري لشعوب كتيره جدا. احنا مش الا هنا ما ينفعش. انت بلد مضياف. وبعدين عايز اقول لك حاجه بالنسبه للظلم، هتلاقي اقدر فريق اكتر فريق ظلم هو النادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي النت بتسجل هدف و100% اتحسب اوفسايد لفيصل الاردني، وفي اثنين بينالتي على فيصل الاردني ما اتحسبوش النادي الاهلي. بتاعت صالح بتاع زار وبينالتي. كل الاستاذ انا كنت شفت اللقاء اللي هو كان موجود كنت بعرضه من شويه. هو الكلام من البدايه في كان توجه الى حد ما ان في اضطهاد وظلم. ظلم في اكتر ناس اتكلمت على فيصل الاردني هنا وديناهم حقهم. صحيح. واشدنا بالمدرب واشدنا بالفرقه واشدنا بالكره الاردنيه واشدنا بالمستوى الرائع وقلنا مبروك، حتى لما كسبوا الماتش الثاني قلنا مبروك، ولعيبه النادي خرجت وفي منتهى الاحترام خلاص احتراف يا كابتن. انما اللي حصل ما ينفعش. مش عشان جول اوفسايد مش عشان. لا الرياضه يا جماعه غير كده خالص. لا تعلمك الانسانيه والاحترام والادب والسلوكيات والاخلاقيات والتصرفات. الرياضه غير كده خالص. شوف بتشوف بره بيصرفوا مليارات، وبرشلونه يقابل الريال وده يخسر وده يكسب بمنتهى الاحترام. بالظبط. انا بقول لك في بطولات دلوقتي شغاله كابتن وبتنتهي وما بتشوفش اي مشاكل. لا ومليارات بيصرفوها. معلش لا لازم ثقافه اللاعب العربي تتغير بقى للاحسن الافضل، ويعرف ان التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ودارينا يا كابتن. طبعا. لان الاداره مهمه جدا. مفيش كلام. وبعدين يا محمد القدوه، يعني انا من وجهه نظري الادارات تختار المدرب القدوه والاداري القدوه. فحش اداري كبير بحجم اداري بيمثل نادي كبير بيقول لك احنا واخدين حاجه و80 بطوله ماشي، ما ينفعش يدي رصيه للحكم، ما ينفعش تصرفاته بقى كبيره. خلي بالك القدوه مهم جدا، لان الدك اللي على الدكه ممكن يقلب الدنيا يا محمد، ممكن يسير ويعملوا مشاكل. الكبير كبير. لما اللاعب النهارده يشوف المدرب عصبي، لما اللاعب يشوف الاداري عصبي يا محمد يعني الصغير في السن ولا الكبير. فالقيادات مطلوبه خد بالك، والاختيارات مطلوبه، والناس لازم تعرف ان في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق. ده انما فيش حكم يقصد النهارده محمد يغلط نفسه أكيد. او يخرج. فكل التقدير للحكم ابراهيم نور الدين طبعا، ولازم يعني الاردنيين يعتذروا لابراهيم نور الدين. هو في طلع بيان من نادي الفيصلي يا كابتن، وطلع من الاتحاد الاردني. لازم محمد. واكيد طبعا في الاول في الاخر هي كره قدم وروح طبعًا. كره قدم وروح رياضيه في الاول في الاخر. هم ناس محترمه وكل التقدير واحترام، وشعب محترم وحكومه محترمه. واحنا كنا مع الامير لو نفتكر انتخابات الاتحاد الدولي طبعًا. مصر كانت واقفه بشكل كبير مع الامير علي بن حسين طبعا في الانتخابات. فبالتالي يعني احنا داعمين بشكل كبير كده احنا كعرب مع بعض. فانا بالنسبه للماتش طبعا ماتش باستراتيجيه تانيه خالص، بفكر تاني، بتنظيم تاني، بتشكيل تاني طبعا. ومفيش شك ان احنا الدوري العربي النادي استفاد منها، مفيش كلام. بصرف النظر عن الخروج استفاد منها في تجهيز البدلاء، تجهيز اللي ما كانش عندهم فرصه، في ناس تالقت، في ايجابيات كتيره جدا، زي ما في سلبيات في ايجابيات. عمرو بركات من الايجابيات، صالح جمعه من الايجابيات، حاجات كتيره جدا من الايجابيات. ان انا جهزت مجموعه اقدر اتابع دايما، باسم علي من الايجابيات، الشناوي من الايجابيات، ناس كتيره جدا بصرف النظر عن المكاسب الماليه، انما او مكاسب كاس او مكاسب اسم، انما انت كسبت الناس
النهارده بامر الله بكره ان شاء الله كمان جاهزين في اي وقت. وعندك لظروف الغياب وظروف الاصابات وظروف التأييد ناس كتير مش موجود، فمن هنا نقول ان احنا حضرنا لعيبه على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت حتى الجوانب الفنيه بالنسبه للجوانب البدنيه الخططيه المهاريه الاراديه كلها امور المدرب بيستفيد منها، المدرب بيستفيد، اللاعب بيستفيد، الاداري بيستفيد، الجمهور بيستفيد. بالك فشفنا روح كمان جديده للعبه جديده عملت اضافه مفيش كلام. فانا من وجهه نظري ان مكسب وشوفنا تجهيز وشوفنا ترتيب ونظام المدير الفني يقدر النهارده يعمل تشكيلته ويعمل تجهيزه بالنسبه بشكل رائع اداري وفني يا محمد. صحيح. فالناس لازم تبص بنظره المدرب، لا انا استفدت، مين اللي معايا، مين اللي ممكن يبقى بعيد، ممكن اللي جاله عرض يمشي، لا ده يعتمد على حاجات كتيره جدا اعتقد كسبناها من البطوله العربيه. وبالنسبه لماتش الكاس من وجهه نظري طبعا هي ماتشات الكاس بتختلف في حاجات كتيره جدا، يوم المباراه بيختلف، 90 دقيقه بتختلف بحاجه تانية خالص. فطبعا ان شاء الله الرحمن اكيد حسام بدري محضر تشكيله ومحضر توظيفه وادارته وتدويره خلال 90 دقيقه، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى السحف الى النتيجه الايجابيه بدري ان شاء الله عشان يفرض الاسلوب. حيث. وفي نفس الوقت سير المباراه يبقى هو فرض اسلوبه عليه باذن الله تعالى. ده ماتش ان شاء الله مش عاوزين نوصل لاضافي، مش عاوزين نحترم طبعا اكيد برضه فرقه سموحه، فرقه كبيره فيها معاهم مدرب بروح ثانيه بشكل ثاني بتشكيل ثاني بحاجات ثانيه اكيد كثيره جدا، وده في حسابات المدير الفني مع اللعيبه. ان شاء الله ماتش باذن الله يحسم بدري لصالح النادي الاهلي ويقدموا مباراه رائعه ونخلصه على خير باذن الله. يعني كابتن هيبقى ليا سؤال عند حضرتك في حته الحسم دي، لان احنا اكيد الاخطاء بتتعلمها من خلال مباريات. يعني خلي بالك كابتن مباراه الفيصلي دي تعتبر كانت المباراه الثانيه بالذات كانت مباراه كاس، فانت تعتبر شبيهه لمباراه سموحه في حته الحسم، ولازم الحسم يبقى بدري شويه. كابتن ياسر خليني اقول لك الشكل بتاع النادي الاهلي او بعد انتهاء بطوله ودخوله بطوله الاستراتيجيه نفسها بتتغير، طريقه اللعب، انت بطوله عربيه كوره مختلفه، تخش مع فريق مصري في الدوري المصري بيبقى الوضع على مدار طويل او على مدى طويل من خلال طبعا زي ما بقول الروح اللي عنده روح البطوله وحته طول المسابقه نفسها، بتبقى طريقه اللعب مختلفه وتجميع النقاط، بطوله كاس مصر تبقى اللي بيكسب هو اللي بيكمل، اللي بيخسر بيطلع بره. النهارده وصلت للنقطه دي مع فريق قوي، فريق زي سموحه، شوفها ازاي ولو عندك تعليق على البطوله العربيه واحداثها. لا البطوله العربيه ما فيش شك، احنا قلنا قبل كده واحنا قاعدين في المكان ده قلنا اللي فيها هنقابل في البطوله العربيه مدارس مختلفه، وفعلا اتفرجنا على مدارس مختلفه سواء في الاداره في الفن في الفنيات، في حاجات كتير جدا قابلتنا في الاداره وفي الفنيات. فكل ده وبنتكلم مشكله احنا عندنا النادي الاهلي، احنا مش متعودين نخرج من بطوله، مش متعودين نخسر مباراه، وما بنخسر مباراه وبنتعادل او حتى واحنا بنلعب بتبقى في حاجه مش طبيعيه جوه النادي الاهلي. خلاص احنا اتعودنا النادي الاهلي يفضل بخطوات ثابته في النتائج الايجابيه على طول، لكن اللي حصل في البطوله العربيه طبعا احنا بنعتذر طبعا للكابتن ابراهيم نور الدين، فعلا اللي حصل من اخوه طبعا المفروض يبقى عندهم فن الاداره وعارفين المفروض النتائج دي وارده، اللي انا اخسر او اكسب او في الاول وفي الاخر الكره مكسب وخساره ايا كانت الاخطاء. لكن هنيجي في البطوله العربيه لا فيها للنادي الاهلي فيها حاجات كتير قوي ايجابيات يعني اكتر من سلبياتها بالنسبه لنا، انا ماليش ده بالعكس ايجابياتها بالنسبه لي، وانا خسران كنادي اهلي وداخل في بطوله ثانيه هعمل ايه؟ طبيعي جدا دي نقطه ثانيه، انا مش انا وانا كسبان ممكن اخد البطوله العربيه واطلع من بطوله الكاس وبطوله الكاس بالعكس، لكن انا لازم اشوف اخطائي، اشوف ايه المراكز اللي انا محتاجه تدعيم فيها. يعني احنا عندنا دلوقتي مشكله قابلتنا في البطوله العربيه، خلينا برضو واضحين، سيرد باكين لما سعد سمير طبعا مش تقليلا في محمد نجيب ولا رام ربيع والناس اللي ادت فيها، حتى احمد فتحي لما ادى اخر مباراه هي حاجه غصب عن، لكن برضو ورده للكابتن حسام البدري بيشوف دي من الايجابيات، ما هي دي بطوله عربيه شبه رسميه. صحيح. لكن برضو بشوف ايه اللي صالح جمعه هبتدي بيه ولا مش هبتدي بيه، عندي حسام غالي وحسام عاشور، خلي بالك كل ده ورق الكابتن حسام خلاص بقى قدامه عايز يعمل التشكيل المثالي في المباراه. وخاصه دي مباراه كاس، خلاص انا نهيت بطوله عربيه ايا كانت ايجابياتها سلبياتها، لكن انا بقول لك انا بالنسبه لي انا كياسر لا النقط اللي احنا خدناها في البطوله العربيه نقط ايجابيه كتير قوي، لما كابتن ربيع تفضل واتكلم في بعض النقط انا بقول لك برضو من النقط انا كمدير فني الورق قدامي كتير قوي. صحيح. شوف مين اللعيبه اللي حالتها كويسه البدنيه الفنيه، مين اللي هيأدي في مباراه الكاس، ليه احنا ما ينفعش كمان اللي انت تدخل بطولتين ورا بعض ايا كانت حتى لو بطوله وديه وهو نطلع منها ايا كانت النتيجه اي، وبرضو هترجع برضو بطولة العربية تلاقي التحكيم كان ضد النادي الاهلي، دي نقطة إيجابية لما ممكن تقابلني في الكاس
ما تبين في الكاس اكيد كابتن حسام. كابتن اللي انت دايما عشان انت النادي الاهلي دايما كبير انك بالرغم ان انت ما استفدتش من التحكيم بس خرجت وارد وما عملتش اي مشكله وانتهى النادي الاهلي احنا طول عمرنا واحنا بنلعب حتى بنطلع من بطولات كتير قوي بالشكل ده وبنقول بس برضه بنقلب الصفحه عشان كده لعبت في النادي الاهلي المباراه بالنسبه لهم هتلاقيها زي ما انا بقول لك هتلاقي في حاجات قوي اكتر ناس مستفاده منها هو الجهاز الفني اكيد استفاد قوي 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 من البطوله العربيه عشان كده مباراه سموحه هم عارفين اهميتها وعارفين الكاس وعارفين زي ما انت برضه فضلت واتكلمت قلت ان احنا بقى لنا فتره طويله ما خدناش الكاس احنا كده هتلاقينا احنا على طول هتدخل في بطوله الكاس نقول ما خدناش الكاس من زمان بطوله الدوري ما ينفعش النادي الاهلي يقعد سنه ما ياخدش الدوري كل ده احنا ده ضغوط خلاص لعيبه النادي الاهلي ده قدره اللي او جهاز فني حتى قبل كده قلت لك كابتن حسام بدر الناس يقول لك تطلع متضايق مشدود ما هو طبيعي اللي يبقى مشدود احنا طلعنا من البطوله العربيه الناس كلها بدات تنتقد صحيح هي دي مشكله عشان كده بقول لك انا كمدير فني انا مش عايز اداء انا عايز نتيجه الاداء هيجي ولو حتى اداء مش كويس لكن لما اكسب لا هتفرق معايا الثلاثه نقط هتفرق معايا ان انا اعدي دور من دور فكل ده لان ان شاء الله المباراه تبقى مباراه بتليق باسم النادي الاهلي وان شاء الله بفريق سموحه. طيب كابتن ربيع يمكن حته ان انا بطلع بايجابيات وسلبيات من بطوله وانا داخل بطوله على طول بعدها يمكن باربع خمس ايام بتخليك انت نفسك بتبتدي الايجابيات بتحاول تزودها السلبيات بتحاول تبعدها عنك، السلبيات اللي انت شفتها خصوصا في اخر مباراتين يا كابتن او اخر مباراه اللي ما تبقاش انت حابب انها تبقاش موجود في مباراه الغد اللي انها هتفرق كتير مع فريق زي سموحه عنده امكانيات هايله من اللاعبين. بص هي يعني هي ال 90 دقيقه انا بقسمها على جزئين، جزء دفاعي وجزء هجومي. تمام. خلال ال 90 دقيقه طبعا من غير الكوره دفاعي وبالكوره هجومي. فالاسلوب اللي احنا شفناه الحمد لله ان وصلنا كتير جدا وسجلنا ورحنا وضيعنا فرص كتير جدا، يبقى اول حاجه ان انا الفرص موجوده واخد بالك والوصول لمرمى الفريق المنافس في الثلث الامامي محمد موجود بكثره ولو قلت لك هيديلك عدد الفرص اللي وصلنا بيها قائم يمين وقائم شمال وهدف وضربات جزاء التهديف بقى السلبيه رقم واحد ان بنوصل كتير جدا بس بنضيع اهداف كتيره جدا دي تستغل يعني طول ما انت بتسجل واخد بالك طول ما انت سير المباراه بتحكم فيه برؤيتك فده مهم جدا المدافعه احنا عندنا سلبيات في مدافعه فرديه وجماعيه وخاصه من القلب ما ينفعش كروس النهارده تعمل في وسط رامي وفي وسط هاني ويدخل دومينيك يحط جول دي برده من السلبيات ما ينفعش واخد بالها واحد ينقض من وسط المربع بتاعنا اللي هو صمام الامن عندنا بالمثلث حارس المرمى ويدخل ويقض فالجوانب الدفاعيه في الثلث الاخير لازم تكون ادق وافضل واحسن من كده في حاجه اسمها رقابه في حاجه اسمها تغطيه في حاجه اسمها ميل واخد بالك في حاجه اسمها تحفز كل ده لازم محمد يبقى موجود احنا برضو ضيعنا في اوقات كتيره جدا ضيعنا الكوره كتير جدا بشكل سلبي يعني ميزه النادي الاهلي بان هو عنده نسبه كبيره جدا من الاستحواذ على الكوره دي ما كانتش موجوده في بعض الاحيان وخاصه الشوط الاول 45 دقيقه في ماتش الفيصلي الاردني ضيعت وقت في اي حاجه لا ده انت بتكسب الفرقه اللي قدامك بنقل الكوره بالاحتفاظ بالكوره بنسبة الاستحواذ الكبيرة اللي بتتعدى 60 و65 و70% ومن هنا بتخلص على الفريق اللي قدامك بتطور من تلت لتلت واخد بالك وبتنقض في التلت الأخير بالتوغل بالكروسات واخد بالك بالتمركز بالتصويب المباشر بالتحرك اللي من غير الكورة اللي هو يعني رقم واحد انك من غير الكورة لعيب في مصر محمد بالكورة من غير الكورة بتلوش ده بتلاقيه في تيم النادي الأهلي بتلاقيه بعض بالظبط يا كابتن بتلاقيه على يعني على لو مقارنه بفرق في الدوري الممتاز هتلاقيه قليل جدا في النادي الاهلي بيبقى الوضع مختلف عندك حسام غالي عندك عبد الله السعيد عندهم الباص والتحرك ايضا عمرو السوليه معاهم مجموعه اللعيبه واحمد فتحي يعني فعلا النادي الاهلي الجزء الاكبر فيه عنده حته وانا بقول لك السيستم اللي ماشي بيه حسام احنا افتقدناه الشوط الاول عشان كده هم تقدموا بهدف وضيعنا وقت انما شوف الشوط الثاني تحول ياسر من دفاع لهجوم عالي جدا ورحت وتوغلت وخلي بالك ولقيت نسبه اهداف ضايعه دي برضو من السلبيات اللي لازم كابتن حسام يعالجها واخد بالك الكروسات يمين وشمال برضو تبقى بدقه لان انت خلي بالك الفتره الاخيره في الدوري لو نرجع للدوري هتلاقي احمد فتحي بيتعمل عشان بدقه عشان يدخل كوليبالي قبل ما بتلاقي معلول عشان يدخل حسام غالي وهكذا التلت الوسطاني برضو الترابط الدفاع والهجومي برضو من ميزات لاعبي النادي الاهلي
ده مهم جدا. التلت الترابط الهجومي والترابط الدفاعي، من امتى باف ومن امتى امن ومن امتى اروح. احنا شفنا مرتدات سريعه من فريق الجزائري اللي لعبوا النادي الاهلي، كان ممكن في اخر خمس دقائق ست دقائق الهدف يبقى هدفين قبل ما نتعادل ونكسب. صحيح، ما خرجش الضايق يا كابتن. دي مهمه جدا. فدي كلها سلبيات اكيد الكابتن حسام شافها واتفرج عليها، لان البطل الكبير بحجم القدرات اللي موجوده في النادي الاهلي وبحجم الجهاز الفني اللي موجود وبحجم الامكانيات اللي موجوده محمد، يبقى النهارده انت خدت دوري بفضل الله تعالى ما حصلش من سنين طويله بفرق كبير جدا لاقرب منافسيك. ده معناها ان في جوانب بدنيه جاهزه، في جوانب مهاريه جاهزه محمد، في جوانب خططيه، في قدرات فرديه وجمعيه اللاعب بينفذها في وقت بيكسب بيها. فدي كلها ايجابيات ودي كلها سلبيات، لكن الروح جميله جدا، الصفات الاراديه جميله جدا، واخد بالك الشكل الفني الحمد لله جميل جدا، رحت ووصلت وضيعت ولولا التوفيق الله. انا من وجهه نظري عامل التوفيق لاول مره من فتره كبيره جدا يبقى ضد النادي الاهلي. انت لو كنت سجلت في، انا قلت علقت هنا في الاستوديو، قلت في بنالتي في الشوط الاول بتاع زار السؤال ده قالوا غلبنت اللي هو فقد توازنه بينه وهو رايح شو الشوط الاول. ادي واحد البلنتي بتاع صالح جمعه، بص كان باقي كم ايام كان كتير الاهلي يرجع في اي وقت، يعني هدف الاهلي بص لو مغلوب اربعه. كابتن احنا جبنا الجون في الدقيقه اخيره بعد الوقت الضايع. لو كان في دقيقتين كمان ايوه، وبنالتي ضيعت واخد بالك. قائم يمين بتاع صالح جمعه وقائم الشمال بتاع عبد الله الشوط تصويبه والتوغل هجوم واللي رحت واللي طلع من على الخط. فانا عاوز اقول ان الاهلي فعلا خرج باحترام وخرج بشرف، واكيد اي فرقه حتى الترجي التونسي بنقول له مبروك، لكن اكيد عنده محمد ايجابيات وسلبيات وكل مدير فني وشطارته وتحضيره. فان شاء الله الحاجات دي كلها فرصه كمان انك تشوف ترجي كابتن. طبعا فرصه كبيره. طبعا انت شفت يا كابتن، شفت خطط، شفت نجوم، شفت مهاره، شفت جوانب خططيه، شفت جوانب تحضيريه، شفت جوانب خططيه فنيه خلال احداث المباراه في تغيير طرق وحاجات كتيره جدا يا محمد. فان شاء الله باذن الله تعالى ده كله يرجع بالنفع والعوده في مباراه بكره ان شاء الله، نقدم مباراه كبيره ونكسبها بمشيئه ان شاء الله. يعني انا اقول قائمه المشتركة في مباراة الغد 23 لعيب كابتن حسام البدري اختارهم لمباراة الغد، شريف اكرامي ومحمد شناوي واحمد عادل عبد المنعم في حراس المرمى، ايضا في الدفاع باسم علي ومحمد هاني صابر رحيل حسين السيد علي معلول رامي ربيع ومحمد نجيب، في خط الوسط حسام غالي وحسام عاشور عمرو السلية احمد حمودي اكرم توفيق وعمرو بركات صالح جمعه عبد الله السعيد مؤمن زكريا ووليد سليمان. يعني يمكن في الهجوم كابتن حسام البدري اختار جنو اجايه وعماد متعب عمرو جمال. بيغيب طبعا عن المباراه غدا احمد فتحي بسبب الايقاف ووليد ازارو واسلام محارب واحمد الشيخ وهشام محمد لعدم فتح القيد حتى الان، وان شاء الله قريب يعني طبعا عشان دول المفروض يتقيدوا في القائمه الافريقيه، فبالتالي الاتحاد المصري هيفتح القيد مخصوصا للنادي الاهلي عشان طبعا اشتركوا في القائمه او اشتركوا في المباراه القادمه امام الترجي في بطوله افريقيا، وميدو جابر وكريم نيدفيد لاسباب فنيه. كابتن كابتن ياسر، يمكن في الفترة اللي فاتت كان عندنا مشكلة في خط الدفاع، أنت كنت بتتكلم عليها، وجود رامي ربيعة ومحمد نجيب هم اللي موجودين في المباراة، برضو أنت ما زلت بتعاني من مشكلة لا قدر الله حصل حاجة لرامي أو محمد نجيب هتبقى مشكلة في دفاعات النادي الأهلي. هو ما فيش شك طبعا، احنا اتكلمنا وقلنا برضو على الجزئية اللي هي بتاعت القلب بتاع الدفاع عندنا مش تقريبا في اللي موجودين، بالعكس لعيبه على مستوى عالي جدا، بس زي ما انت بتقول ممكن عندي يحصل لا قدر الله اصابه، يحصل انذار لا قدر الله، يحصل كارت احمر، الحاجات دي وارده في كره القدم. لكن اكيد احنا لما بنيجي نقول وجهه نظرنا واحنا قاعدين هنا بتختلف عن المدير الفني، يعني اكيد هو دارس وعامل حسابه كل اللي احنا بنتكلم فيه، هو اكيد بيشوف الفرقه المنافسه ايه الاجابات اللي عندها والدوافع اللي عندها، وانا كمدير فني عندي ايه اللي انا عندي نقص في ايه. فالنقص اللي عندنا خلاص احنا مش مختلفين عليه، عشان كده احنا نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الحته دي بالذات، على فكره انت هتعاني منها مش الماتش ده بس، انت هتعاني منها كمان الماتشات اللي جايه في الدوري وسعد سمير، انت برضو اللي انت بتعتمد على الوقت، انت بعد حجاز انت عندك كرامي ربيع وعندك نجيب وعندك سعد سمير، يعني ما واحد بيغيب منهم الموضوع بقى صعب، ما بتدخل احمد فتحي جوه الموضوع بيبقى صعب، اللي انت بتفقد احمد فتحي برضو الناحيه اليمين او بتحتاجه في نص الملعب كل ده انت بتفقده. لكن اعتقد
الكابتن حسام البدر في النواحي في الجزئيه دي بالذات عامل حسابه من لا قدر الله لو ده مش موجود. اعتقد في ناس تقدر على فكره في لعيبه موجوده عندنا في بره يقدروا يؤدي بقى، بس هي مش عشان كده احنا احمد فتحي احنا بنلومه في الجزئيه دي. لا انا يعني محمد هاني برده مهما كان على فكره بيلعب في المكان ده كويس جدا، بس ممكن تكون عشان كان بعيد عن المباريات على فكره. خلي بالك انت برضو ما بتبعد قوي بعيد عن المباراه بتفرق برضو نسبيا، لكن في ناس تقدر تاديها مش هتادي زي الناس اللي بتادي فيها بمركزها. وفي كتير في اماكن في الملعب اقدر انا كمدير فني بقدر اغير مراكز كتير جوه الملعب على فكره. يعني انا لو احتجت احمد فتحي مضطر هلعبه سيرد باك هلعبه، مش معنى ان احمد فتحي لعب مباراه واحنا ما كناش موفقين فيها يبقى احمد فتحي مش لعبها قبل كده وكان كويس جدا على فكره. يا كابتن في المباراه الاخيره اللي لعبها احمد فتحي ما هو بيعملها بشكل كويس، بس يمكن انا شفته في الحته الشمال ما شفتوش في الحته لا خلي بالك تفون نقطه انت لو انت احنا نتكلم فيه كمان يعني يا كابتن فاروق سيرد باك ناحيه الشمال لأحمد فتحي اعتقد ممكن مرة لكن لو يمين كانت لا على فكره فرق معانا احمد فتحي لما هو طلع وبدا يزيد ويلعب باك رايت. لو انت ركزت في المكان ده وبدانا نلعب احنا ورا طبعا كابتن حسام بدأ تعليماته انه خلاص عشان كده المفروض المباراه طبعا بتتجزا زي ما كابتن ربيع بتتكلم في جزئين او ثلاث اجزاء. انا كمدير فني ايه المباراه هدف المباراه ايه؟ يعني انا مباراه زي مباراه الفيصلي احنا وصلنا اللي احنا لما خسرنا بدا هو يضيع وقت وده طبيعي على فكره وبيلعب النادي الاهلي وفي مباراه على ملعبه كل ده كانت عوامل. لاعبي النادي الاهلي لازم يعرف طول ما يبقاش عندك صربعه في الاداء ولا قدر الله دخل في الجون ده وارد اللي يدخل في الجون وارد اللي انت تخسر المباراه، بس ما نوصلش المرحله اللي احنا نيجي خلاص احنا اتعودنا للنادي الاهلي يجي اخر خمس دقائق ممكن المباراه تتغير. احنا مش عايزين دي برضو، احنا عايزين نريح فرقتنا نريح جمهورنا نريح الجهاز الفني اللي بقى على ضغط عصبي واقف بره مضغوط كل ما انت الوقت بيضيع وكل وقت ما الوقت بينتهي كل ما انت بيحصل توتر لك والجهاز الفني. فاحنا عايزين المباراه ان كانت فينا عندنا انت بتتكلم على الجزء القلب اعتقد ان دي مش هتبقى ان شاء الله مشكله. مدير الجهاز الفني اكيد عنده حلول لها ايا كان، احنا مش هنقدر هم الادرى بالفرقه وعارفين مين اللي حالتهم زي ما احنا اتكلمنا فيه، لكن الجزئيه دي اتمنى اللي احنا ما نعانيش بيها الفتره اللي جايه كمان. يعني كان تعدي المباراه مهمه بقى كمان بالظبط. انا بقول لك لا ان شاء الله يكون سمير موجود وفي محمد نجيب ان شاء الله اللعيبه على فكره عندنا لا في، بس احنا عايزين المكان ده بدل ما يبقى عندك ثلاثه لا يبقى عندنا مش اقل من خمسه سته. الطبيعي يا كابتن في مركز القلب الدفاعي يبقى كم الطبيعي لا الطبيعي على الاقل خمسه اثنين واثنين احتياط وواحد بره خالص يعني مش موجود طبيعي نفس المستوى بقى. عشان اكتر مركز يا كابتن فاروق ممكن ياخد انذارات ممكن ياخد اصابات انت عارف بيبقى فيه مع الفراوده التحامات كتير جدا، فعشان كده المركز الوحيد اللي انا ازود فيه هو ده. وانا خاصه الحمد لله اعتقد ان احنا عندنا في كل مركز 3 و4 ظبطت المراكز اللي عندك كلنا اعتقد عندنا وفره جامده جدا من اللعيبه في كل مركز. المكان المركز الوحيد اللي احنا الفتره اللي جايه اعتقد برضو الكابتن حسام بدر والجهاز الفني برضو بيبص عليها بيفكر فيها كويس قوي هو قلب الدفاع ان شاء الله. طيب خليني اروح لقائمه سموحه ان شاء الله لمباراه الاهلي غدا في الدور قبل النهائي في كاس مصر. محمد ابو جبل واحمد يحيى وايمن اشرف وسيد فريد وباتريك مالو ومحمود عزت وياسر ابراهيم ورجب بكار واحمد حمص عمرو المنوفي احمد نبيل مانجا ومحمود عبد العزيز ومحمد يسري مصطفى لالا وحسام حسن احمد رؤوف وبانو ديارا. كابتن ربيع يمكن فريق سموحه حتى في الدوري ومواجهه النادي الاهلي في الدور الاول والدور الثاني كانت صعبه. بنشوف احنا في الدور الاول فوز النادي الاهلي 1-0 في الدقيقه 93 كان سعد سمير اللي احرز هدف، وفي الدور الثاني كانت مباراه لو نفتكرها 4-2 للنادي الاهلي صالح جمعه مؤمن زكريا وايضا صالح جمعه هدفين ومؤمن زكريا ورامي ربيعه واسلام محارب من سموحه طبعا لاعب النادي الاهلي حاليا والسيد فريد كان احرز الهدف الثاني لفريق سموحه. مبارتين كان بالنسبه للفريق النادي الاهلي من المباريات الصعبه في الدوري الممتاز العام الماضي او العام ده يعني اخر بطوله، فبالتالي فانت كتاب مفتوح فريق سموحه بالنسبه لك لكن فريق صعب. بتشوف يا كابتن المباراتين دول ممكن ياثروا بشكل كبير فنيا على المباراه بعد طبعا وجود اشتراكه كمدير فني لاول مباراه بالنسبه له مع الفريق؟ لا هتختلف لان ده موسم ماضي بتكلم بمدرب بفكر بتجهيز خد بالك بروح بفنيات وكل مدرب حسب امكانياته وحسب قدراته وحسب شطارته. انا من نظري ذكاء المدرب مهم جدا وفي شطاره المدرب في تحضير فريقه يا محمد. وبعدين انا دايما اقول ان اللاعب هو اللي بيصنع المدرب، اللاعب هو اللي بيصنع نتائج كويسه، لعيب الكوره رقم واحد في المنظومه. فانا امتلك قدرات تقدر تواجه. انا من وجهه نظري اي فرقه بتقابل النادي الاهلي بيبقى يعني الله يكون في عونه، لان النادي الاهلي يملك الحلول ويملك التنويع ويملك القدرات الخاصه اللي يقدر يكسب بيها في اي وقت.
انما نادي سموحه بشكله الجديد بجهازه بلاعبيه هو الموسم ده بيفكر في ادارته بتفكر في جهازه الفني بيفكر فيه هل عنده القدرات اللي يقدر بامر الله تعالى ان يكسب حجم النادي الاهلي في قدراته الفنيه والفرديه لان النادي الاهلي اجهز فريق في مصر واقوى فريق في مصر دي حقيقه هل ده يملكه هل النهارده الحلول عنده من وجهه نظري ماتشات الكاس بتختلف وتفكيرها بيختلف وتحضيرها بالنسبه للفنيات طول السنه بتختلف لكن طموح سموح هنقدر نقول ان عنده طموح ان عنده روح دي اتنين واخد بالك ان عنده اداره بتجيب لعيبه وبتجيب جهاز فني على مستوى عشان تحقق نتائج فليه طموح اداره بس الفيصل الوحيد اللي بيني وبين النهارده كل ده هو ال 90 دقيقه الفنيه 11 ضد 11 لاعب ضد لاعب خد بالك يا محمد يمكن كانت المباراه دي بدون قطع كلام حضرتك يعني كان الهدف منها للنادي الاهلي هو يعني الحسم بطوله الدوري بشكل كبير اما سموحه فبالتالي هو موجود. لكن اختلاف الاهداف بقى في مباراه الغد ان شاء الله هما الاثنين متساويين في الطموح ده عايز يوصل لنهائي كاس وده عايز يوصل لنهائي كاس ماشي يا حمد بس في الاول والاخر يا 11 ضد 11 واخد بالك بتبقى ايه جوانب خططيه بمثلثات معينه باشكال معينه هل القدره النهارده عند القدرات الخاصه اللي موجوده في تيم النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده حسام النهارده اللي بيدير مباراه بيديرها بشكل فني في تلت امامي وسطاني بتطوير شغل هجومي خلال ال 90 دقيقه هل ده موجود ولا مش موجود؟ اكتر موجود سموحه اخر مباراه ليه في الدوري احسب بقى احسب من امتى؟ دي برضو تفرق خد بالك النادي الاهلي هو حاليا احنا داخلين في بدايه موسم جديد وكاس اجهز فريق في مصر هو حاليا النادي الاهلي خد بالك دي حقيقه لان انا بتكلم بورقه وقلم وبتكلم بفعل وبتكلم بشفت وشفت شفنا في بطوله عربيه حتى البديل الحمد لله ثابت وجوده على قدر عالي جدا من المسؤوليه والالتزام والتركيز والفنيات وكسبنا لعيبه على اعلى مستوى فده موجود من وجهه نظري هو ماتش الكاس هيعتمد على خلق الفرص على التهديف على فرض الاسلوب وده موجود في الاهلي وفي نفس الوقت من وجهه نظري ان سموحه هيلعب على المرتدات ما يقدرش يفتح مع النادي الاهلي ما يقدرش يقضي مساحات للنادي الاهلي الاهلي لو لها مساحات الاهلي لو لها تراجع خلف يا محمد في ال 18 هيبقى فيه اخطاء كتيره هيبقى فيه ضربات ثابته هيبقى فيه اهداف ما يقدرش لكن هيعتمد على المدافعه الفرديه المدافعه الجماعيه واخد بالك على قفل الخطوط على الكثافه الدفاعيه في تلت الملعب الوسطاني وتلت ملعب الاولاني بتاعه كثافه عدديه دفاعيه مهمه جدا مرتدات على فترات كبيره جدا هو مفصلها المدرب مع القدرات اللي شايفها اللي يقدر يسحب له ويروح اذا كان جنب يمين جنب شمال من العمق التنويع الهجومي اكيد عنده على افراد معينه مش بمساحه كبيره جدا ومش بقدر كبير جدا من الدقائق اللي موجوده لكن على فترات كبيره ما يقدرش يفتح لان يعني النادي الاهلي استغل فرقه خلي بالك الجزائر كانت بتدافع بالتسعه والثمانيه والعشره هم طمعوا في الجيم في اخر دقائق فراحوا توغلوا ونص الفرقه هجمت انتهت الاهلي شوفوا المنظر تشوفوا المنظر من 8 9 10 ياسر في 4 5 راحوا ما كانتش حصلت على فترات في اخر 3 4 دقايق طمعوا مش مع النادي الاهلي الارتداد بقى ضعيف ما قدروش بدنيا راح الاهلي توغل وراح وسجل الهدف فدي اعتقد في حسابات مدير الفني بتاع سموحه ان هيلعب على المرتدات مش هيفتح الجيم هيلعب على المرتدات وده اللي المفروض وان شاء الله باذن الله تعالى انا هرجع لحته الحسم دي انت حضرتك اكيد اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى حذر جدا 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 لغايه لما الامور تتيح له من خلال هجمه مرتده من خلال ثقه بالظبط حاجه هو متفقين عليها من خلال هجمات معينه ولكن الحسم ده مهم جدا للنادي الاهلي لان كل ما الوقت يعدي يا كابتن ياسر كابتن ربيع هو في صالح الفرق اللي ضد النادي الاهلي. بص هو الحسم خلي بالك بيفرق مع المدير الفني واللعيبه. يفرق مع اللعيبه في ثقه اللعيبه في وزنهم واخد بالك ووقفتهم وتمريرهم وتحركهم ومسكهم للكوره والجيم احداثه هتلاقي اللعيبه رايحه مع ايه؟ رايحه صح واخد بالك ومعناها ان انا عندي توازن دفاعي هجومي عندي شغلي صح الكتله ماشيه صح. خد بالك وفي نفس الوقت خلي بالك المدير الفني يقدر يا محمد يشغل المباراه زي ما هو عايز طول ما انا بسجل هدف واخد بالك انا سير المباراه زي ما انا عايز في شغلي الفني في جوانب الخططيه في التلت الامامي في التلت الوسطاني بمسك الكره في تغييراتي في تدويري في الشكل الهجومي فانا اعتقد ان سير المباراه بيفرق لو انا سجلت هدف خد بالك ثقه اللعيبه دي مهمه جدا واخد بالك ترابط الثلاث خطوط الهدف بيغير من الشكل
في الثقه وفي خد بالك وحاجات كتير. فانا من وجهه نظري ان هدف دايما بيحسب، والهدف ده محمد خلي بالك الفيصل الاردني لما سجل هدف فرق معاه في الشكل لو تفتكر، صح فرق معاه في الشكل خد بالك طبعا. فان شاء الله كان هو اللي عايز يبتدي بالتهديف، الهدف المهم بعدين بتفرض اسلوبك طبعا. بتلعب بايه؟ هجوم ضد دفاع. هو انت بتهاجم بس بالهدف وبيدافع، وممكن بفضل الله تعالى تخلص مباراه بهدف ثاني. يعني المباراه ما تبقى 1-0 غير ما 0-0. 1-0 يعني ممكن تجيب هدف ثاني تخلص الجيم وترتاح اكتر واخد بالك. فان شاء الله كل امور تبقى تمام. يعني من خلال الحكايه كابتن النادي سموحه عنده مجموعه من اللعيبه المميزين، عنده مانجا، عنده احمد رؤوف، عنده حسام حسن، يعني مجموعه محمود عزت من السرد باكات المميزه ايضا في خط الدفاع في الدوري المصري. يمكن النادي الاهلي استعداده كان مختلف، بطوله عربيه لحم البطوله الدوري ممتاز في البطوله العربيه، سموحه اخذ وقته راحة للاعبين، يعني عارف الوضع مختلف بالنسبة له. هل بتشوف ان الراحة دي بتخليه اكثر استعدادا، اللعيبة مش منهكة من بطولات بتشترك فيها، الوضع بتشوفه ايه كابتن؟ بص اعتقد كلمه راحه ديت لبعض الفرق دي بتبقى صعبه. يبقى عندنا لعيبه الاهلي راحت طلع بعد ثاني يوم الانتقالات، ازاي اللي يلعب اللعيبه اللي ما كانش في البطوله؟ فده مش ورده في كل قدم. لكن اللعيب السموحه مثلا لو هو حتى بيريح مش هيريح الفتره اللي انت متخيلها، هو ممكن يديله يومين ثلاثه يعني فتره بسيطه، عشان هو اصلا مركز في بطوله الكاس، بيلعب النادي الاهلي، بيلعب برضه مباراه قبل النهائي، يعني حاجات كده دوافع كتير قوي. تدريب مختلف عن المباريات يا كابتن، والضغط العصبي انت اكيد يعني اكيد. ما هو برضه كل ده على فكره في حسابات لعيبه سموحه ايا كان. هو هي الميزه اللي عطيها لفرقه سموحه النهارده الدافع المعنوي العالي اللي جاله مدير فني جديد. فخلي بالك بتبقى دافع قوي طبعا. اللاعب بيبقى عايز يثبت وجوده، عايز يقول انا موجود، عايز برضه الطريقه بتاعت اللعب، احنا مش حافظين طريقه الراجل الشكل اللي يلعب بيه. لكن انا متفق مع كابتن ربيع، اي مدير فني او اي فرقه بتلعب النادي الاهلي في مباراه زي دي هيلعب على الهجمه المرتده. ليه؟ هيلعب على الهجمه المرتده علشان هو عارف النادي الاهلي بخرج من البطوله العربيه بتبقى بالنسبه له بتبقى صعبه شويه لخروج النادي الاهلي من البطوله. فيقول لك اكيد لعيبه تسمعها او الجهاز الفني عارف النادي الاهلي هينزل هيبقى عنده تسرع في الاداء وسرعه في الأداء وعايز يجيب جون بسرعه ومش متعود اللي يخسر مباراه ومش متعود يخسر يجي في جون. لكن المباراه بالنسبه للتكتيكيا اعتقد لفرقه سموحه طبعا عامله حساب طبعا كبير قوي. الله يكون في عون زي ما الكابتن ربيع قال، فرقه سموحه هتلاقي اللعيبه والجهاز الفني عارفين المباراه 90 دقيقه بتبقى مش سهله عليهم هم. عشان كده احنا اللي انا بقول لعيبه النادي الاهلي خلي المباراه ممكن تقعد مش 90 دقيقه. فرقه سموحه فرقه محترمه، فرقه كبيره، معاها رئيس النادي محترم المهندس فرج عامر ومجلس اداره محترم بيدعموا الفرقه بشكل على فكره سواء مادي او لعيبه او متواجدين على طول بشكل كويس. فرق من الفرق المحترمه ان انت ما تسمعناش على فكره، فرقه من اللي انت ما تسمعناش اي صوت صحيح. فرقه فعلا طالعه يعني بتاخد مراكز محترمه دلوقتي في الدوري، بينافس الاهلي والزمالك دلوقتي، من الفرق اللي انت بتعمل لها اعتبار قوي 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 قوي. فكل دي حسابات النادي الاهلي اكيد عامل حسابه المباراه، واحنا عارفين المباراه مش سهله. وكمان ما ينفعش نقول احسن الكاس فيه مفاجآت، ما فيش مفاجآت. انت بتلعب فرقتين كبار الاهلي وسموحه، الزمالك والمصر، خلاص انت وصلت للطبيعي ان شاء الله باذن الله هتلاقي فرقتين كبار بيلعبوا على نهائي الكاس. الصراحه اثبت سموحه كابتن يعني بعيد عن الشكل الجماهيري اللي هو موجود في اسكندريه لنادي الاتحاد ان هو من الفرق الكبيره دلوقتي حاليا في الدوري المصري. خلي بالك كمان فرقه سموحه دلوقتي بقت عنده ايه وفره من اللعيبه اللي هو كمان دلوقتي بيقدر يبيع لعيب واثنين وثلاثه للبطولات يعني خلاص كمان. يعني هو المهندس فرج اللي انت السنه دي انت لو بصيت هتلاقي فيه اربع خمس لعيبه راحوا انديه اخرى صحيح. يعني خلاص بقى عنده الامكانيات اللي هو يقدر يجيب لعيب يمشي لعيب ويجيب اثنين مكانه وبرده بنفس الامكانيات اللي هو اللي مشاه. عشان كده فرقه سموحه هتلاقي فرقه النادي الاهلي زي ما انت برده اتكلمت وقلت في لعيبه مميزه جدا ولاعيبه برده بتقول انا موجوده. يعني احنا ما لعيب يمشي من 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 سموحه زي محارب ولا لعيبه ولا ايمن اشرف ولا برضه في لعيبه كتير قوي في نادي سموحه تبقى برضه عندها طموح اللي تلعب اهلي وتلعب زمالك وتحترف بره. فعشان كده لعيبه الماتش المباراه مش هتبقى سهله على الفرقتين. بس بحذر لعيبه النادي الاهلي المباراه مش 90 دقيقه المباراه، خلي بالك ما تفكرش ان انت لما تخلص المباراه الشوط الاولاني يبقى الموضوع انتهى. لا، ماتش 90 دقيقه وممكن نوصل لكسره طيب. الحمد لله زي ما كابتن ربيع برضو اتكلم اللياقه البدنيه عندنا الحمد لله، احنا لياقه بدنيه لسه موجودين، كنا في البطوله العربيه لسه واخدين بطوله دوري، عندنا لسه في بطوله افريقيا، يعني احنا متواجدين. اللعيب اللي خد راحه عندنا ده طبيعي، اللي يقول لك اللعيب اللي خد راحه مش هتفرق كابتن على فكره. انت بما معناه ان لا مش الانهاك بالنسبه لفريق النادي الاهلي
كابتن، هو انت خدت راحتك وتظبطت الدنيا زي ما انت بالظبط يا كابتن فاروق. ممكن احنا كنا نلعب باللاعيبه اللي كانت في البطوله وبرضه كنا نخسر. يا كابتن حسام خد بالاسباب، لعب اللاعيبه اللي هي بوجهه نظره اللي هو ممكن تبقى متواجده، ممكن يبقى بروفه حتى الماتش الترجي. يعني الماتش بتاع الفيصلي ده كان برضه عايز يشوف الشكل هيلعب بيه في مباراه الترجي. خلي بالك كل شغل الشغل الكابتن حسام في البطوله والجهاز الفني، طبعا مش شكلان في البطوله العربيه، بس هو عنده ماتشين مهمين، ماتش سموحه ماتش مهم جدا. برضه اتكلمت قلت ان احنا بقى لنا فتره طويله فعلا ما خدناش كاس مصر، وعندنا بطوله افريقيا ودي بطوله برضه مهمه جدا، فالاثنين مكملين لبعض يعني. طيب كابتن ربيع، يعني سموحه احنا بنتكلم عليه وقلنا بعض الاسامي، ابرز الخطوط اللي عنده اللي ممكن كابتن حسام بدري او واحنا قاعدين بنتفرج، عندهم خط هجوم مميز جدا، احمد رؤوف من اللعيبه المميزه، عندهم خط دفاع ايضا، وايمن اشرف موجود برضو مع محمود عزت، بنشوف مجموعه او فريق متكامل. كابتن حسام بدري وهو بيعمل حساباته وبيخططه، هل هيبقى فيه اختلاف في الشكل الخططي؟ كتاب مفتوح سواء الاهلي بالنسبه لسموحه او سموحه بالنسبه للاهلي كابتن ربيع. لا هو تخلي بالك، وانا امين دايما للمغامرات والمفاجات كفكر كمدرب لاعب سابق ومدرب كوره مهمه جدا، وخاصه لما تملك القدرات الكبيره يا محمد، وفي نفس الوقت انت بتلعب في اربع خمس مسابقات في الموسم، بتلعب في دوري بتلعب في افريقيا بتلعب في بطوله عربيه بتلعب في كاس مصر بتلعب في سوبر، فالطبيعي جدا ان انت لو ركزت على حاجه واحده ما ينفعش يعني من وجهه نظري. انما انت كده كده، فاللي احنا شايفينه عند الكابتن حسام هو طريقه ثابته. حسام لا يميل المغامرات، حساب 4 2 3 1 4 4 1 1 بشكله الدفاعي وشكله الهجومي معروف، حتى 4 3 3 دي بيعملها بره لما يكون واخد بالك عاوزين بقى نسيطر ونزحم وعاوزين نقابل بيها فريق كويس ونشتغل دفاع هجومي، ده فكر. انما انت في اوقات بتعتمد على حاجات اضافيه، ممكن يكون مثلا الثوابت جزء اضافي مهم جدا في كاس مصر، مهم جدا انك تستغله بشكل كبير. شوف ما ينفعش ما تستغلوش، ده جزء مهم جدا ورئيسي في النادي الاهلي، يعني اكيد الكابتن حسام مركز عليه واخد بالك، لما انه في الفتره الاخيره نفسنا نشوفه، لان ده حل من الحلول اللي موجوده اللي ممكن تخلص لك مباراه في اي وقت. وانت طول عمرك النادي الاهلي بتكسب بالاربعه والخمسه، منهم مثلا كورنر، منهم تصويبه، فالتصويب والثوابت ده مهم جدا. الطبيعي جدا ان انا بجهز يا محمد زي ما قلت لك شكل هجومي وشكل دفاعي. صحيح. الشكل الهجومي في الثلث الاخير انا ممكن انوعه وممكن اغيره وممكن احدثه بطريقتي انا وبجرأتي انا وبثقتي. ومن وجهه نظري كمان المدرب طول ما هو في مكان ومستقر يا محمد ويملك القدرات وعدد ثمرات الفوز، خلي بالك شعور بالثقه عند اللاعب والمدرب ده خليه يبدع أكيد ويتالق أكيد. ده شغل الكوره خلي بالك، او شغل في اي كل واحد في مكانه. انت في مكانك بتقعد فتره كبيره جدا، انت في مكانك بالك لنفسك ابدعت وتالقت ولقيت نفسك بتعمل حاجات مبدعه، وعشان التغيير وعشان كمان ان انت واخد بالك يبقى فيك جديد والحديث، فهو ده اللي موجود. لكن الثلث الاخير هو بيعتمد على انا معايا مين يا محمد في الماتش ده؟ يعني وجود مثلا ازارو مش موجود، ممكن واخد بالك موجود عبد الله السعيد، موجود صالح، موجود مثلا سليمان، موجود مؤمن، موجود اجاييه، واخد بالك انا الناس اللي معايا دي والقدرات الخاصه اللي معايا دي انا اشتغل بيها ازاي في الثلث الاخير؟ هم بيتعاملوا بيشتغلوا ازاي؟ النادي الاهلي طول عمره خلال السنه اللي شفناها مع حسام واللعيبه بيعتمد على سبع لعيبه. سبع لعيبه بيهاجم بيهم بالكوره بيكسب بيهم بفضل الله تعالى، اثنين باك رايت وباك ليفت. والباكين النهارده حلينا محمد هجومين موجودين ودول ثوابت، لان ما ينفعش النهارده حجم النادي الاهلي في كورساته بالعرض تبقى قليله، لان انت لازم تكسب لازم تعمل وتنوع من كل الجوانب، العمق زي اليمين زي الشمال ادي اثنين، وعندك الاربعه الواحد اللي هو بتاع ديفندر الثاني الرابع زي راس حربه الصريح، ادي الخمسه اللي عاملين ترابط، دول مهمين جدا حافظين بعض عارفين بعض بيتحركوا صح بيتمرروا صح بيتمركزوا صح بيساعدوا الصباع صح بيجروا صح كل امورهم صح، دي قدراتك وده شغلك. وانا من وجهه نظري حسام مثبت الطريقه، هو بيكسب بيها، كسب بيها الدوري فضل ما تهزمش بيها ولا مباراه، يبقى انا شغل كسب بيها الحمد لله افريقيا، حاجات كتيره جدا. زائد طبعا انت قدرات فرديه خاصه بتجهز بيها لعبه معينه يا محمد، صحيح بتبتدي بيها وتجهزها، فده الشكل. انما الحسابات بقى في ايه؟ ان ده كاس، ان من اول دقيقه ان انا اسجل، ان انا ارتاح بدري، ان انا دافع، ان انا ما ازهقش، ان انا ما ملش،
واخد بالك ان ما يجيش فيا ان انا ابقى حريص جدا لما هاجم في التلت الاخير ان انا اثبت مجموعه اللي واقفه في الدفاع ومجموعه هاجم بيها. اعتقد دي هي العوامل ان انا اركز اكتر ان انا اخلي ما يدخلش فيا ان انا ما اجيبش وما زهقش حتى لو اتاخرت في تسجيل الهدف. اعتقد التوعيه واخد بالك والشغل في الصفات الاراديه محمد بيختلف هنا في الكاس ده مهم جدا جدا. وطول عمر النادي الاهلي يعرف اللعيبه بيعرف يعني يروح يعني التزام يعني تركيز يعني اصرار. وان شاء الله الرحمن يعني انا متاكد بنسبه 100% ان بكره هيتعمل ماتش كويس وماتش كبير ونتيجه كويسه بمشيئه الله تعالى. كابتن ياسر النادي الاهلي اللي بينجحه دايما باستمرار هو سرعه الاستخلاص بتاعه للكره من اي فريق. يمكن لما بتسيب الفرصه دايما للفرق اللي قدامك تبتدي تنقل وتبتدي تبقى في مساحات ان هم يسددوا في يعني مباراه الفيصلي اللي لازم تذكرها طبعا ان انت اديت الفرصه انك في كروس بيترفع في لعيبه ممكن تبقى فاضيه نتيجه طبعا ان انت بتسيبهم. ده في حد ذاته لازم تتعلم من الاخطاء. بتشوف المباراه بكره اختلافيه او اختلافا لكابتن حسام بدر وتعليماته بالنسبه للاعبين بالضغط هتبقى موجوده؟ بص اعتقد يعني في مباراه كده بنقول عليها ما بتتكررش منهم مباراه الفيصلي او في مباراه كده بيبقى مش يومنا الفرقه مش ماشيه معاها يعني بتبقى اليوم كله بيبقى مش ماشي مع الفرقه. لكن مباراه سموحه او مباراه اي فرقه في مصر بتلعب النادي الاهلي بتعمل مليون حساب وخاصه عارفين النادي الاهلي بيضغط من قدام عارفين النادي الاهلي بيحب اصلا عنده سرعه اللي عايز يجيب هدف باي طريقه عايز ينهي المباراه بدري بدري كل ده اللي بتبقى ضغوط على الفريق الاخر. لكن المفروض اعتقد ان احنا ان شاء الله يعني علي معلول واحمد فتحي في الطرفين اعتقد عنهم ان واحد دفاعيه وانا هقول الكابتن مش موجود مين احمد فتحي وقف وقاف سوري عندك علي معلول وعندك اللي موجودين ايا كان مين اللي هيبقى بس اعتقد هو بنسبه كبيره اعتقد بنسبه كبيره هيبقى باسم علي. وباسم علي ما شاء الله في البطوله العربيه ظهر بشكل كويس جدا. لكن المفروض والطبيعي جدا انا حتى لما كنت بلعب على الطرف صعب قوي حد يلعب يعمل علي اوفر انا اللي اعمل اوفر انا النادي الاهلي انا اللي بهاجم انا اللي بالفرقه ال 90 دقيقه هي اللي بتحاول ما تدخلش فيها اكتر اهداف اكتر. يعني احنا كنادي اهلي خلاص متعودين احنا نهاجم عشان كده لما المباراه بيدخل فينا جون بيبقى بالنسبه لنا مفاجاه. صحيح. بالنسبه لنا احنا مش مستغربين ايه الجون فعشان كده احنا متعودين النادي الاهلي اعتقد الطرفين اللي عندنا هيأدوا بشكل ان شاء الله كويس وعارفين الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها يعني الاوفر اللي اتعمل في مباراه الفيصل اعتقد يعني المفروض في المكان ده في الجزء ده صعب حد يعمل اوفر من المكان ده. يعني أنا طبيعي جدا انا ما بوصل لنهايه الملعب بعمل اوفر عشان راس الحربه يعرف ياخد الكره كويس. صحيح. لكن ما بعمل الاوفر من المكان ده ويجي جون ده يعني مش كويسه لنا كنادي اهلي. احنا المفروض عندنا امكانيات من اللعيبه تقدر ما احنا بناخد بطولات ليه بامكانياتنا الفنيه اللي موجوده في الملعب بطولات كمان يا كابتن عشان امكانياتك الفنيه وامكانيات ان انت عدد اخطائك مش زي طبيعي عشان انا فرقه البطوله اخطاء بتبقى قليله جدا علشان الخطا عندي ممكن يخليني اعوض بهدف تاني وتالت. صحيح. عشان كده لما بيجي يدخل فيها هدف بيبقى الامور صعبه عشان كده لما بيدخل بنبقى نقول ايه حتى واحنا موجودين بنقول يا جماعه الاربعه اللي ورا وحارس المرمى دولت الصمام الامان بتاع فريق النادي الاهلي عشان احنا انت بتتهاجم بسبعه وثمان افراد فانت لازم في الهجمه المرتده اللي بتبقى عليك تبقى خلي بالك حذر جدا عشان كده المباراه الفرقه اللي هتلاعبنا ايا كان فرقه مصريه طبعا لها كل الاحترام لكن هم عاملين حسابهم قوي للنادي الاهلي وعارفين عشان كده انا بقول لك من النهارده وبكره افتكر الكلمه دي كويس فرقه سموحه مع مدير فني جديد هيلعب طبيعي على هجمه مرتده. ليه؟ درس النادي الاهلي كويس جدا عارف النادي الاهلي بطولات عارف النادي الاهلي ما بيخسرش مباراه الكاس بالنسبه له هو بالنسبه له في دوافع كتير قوي هو حاطها في حسابات وفي نفس الوقت هو عامل حسابه النادي الاهلي هينزل من اول دقيقه هيبقى عنده مسربعه مش تسربعه تسرع لو يجيب هدف عشان كده هو هيلعب على الهجمه المرتده عشان كده بقول لعيبه النادي الاهلي خلي بالك احذر ممكن تبقى انت عايز تجيب جون بس بالطريقه احنا بنهاجم بوفره هجوميه كتير قوي احنا عندنا بيبقى عبد الله السعيد وزكريا ووليد واجاي لو موجود يعني في لعيبه بتميل للناحيه الهجوميه كويسه وعندنا اثنين ديفندر فالحاجات دي كلها مكمله الحمد لله والنادي الاهلي يعني اعتقد كابتن حسام البدري من اول ما ابتدى الدوري يعني قليل خالص لما غير شكل اللعبه وغير الطريقه الا حسب ظروف المباراه. صحيح. احنا بنتمنى ان شاء الله المباراه لعيبه النادي الاهلي وهي عارفه اكيد المباراه بالنسبه لنا مباراه صعبه جدا مباراه كاس مش هينفع نعوض مش هينفع عنده مباراه ثانيه عشان كده المباراه وما توصلش الاكسترا تايم النادي الاهلي اعتقد اللي هو يقدر يعدي المباراه بالنسبة. طيب يعني حتى الان في المباراه اللي طبعا ما بين الزمالك والمصري في مباراه قبل النهائي طبعا اللي هيكون طرف في النهاية هيكون واحد منهم وايضا الاهلي وسموحه هيكون الطرف الثاني حتى الان دي 20-0 ما بين الزمالك والمصري. خلينا اقول لكم اكيد طبعا فريق البطل دايما اخطائه هي
الاقل. دايما لما تكون انت عايز تكسب وعايز تاخد بطولات لازم لعيبتك تبقى عندها اخطاء قليله، ما تبقاش بالشكل الكبير، عشان انت تقدر في الوقت من الاوقات انت اللي تستفاد من الاخطاء الكبيره او الكبيره او العدد الاخطاء الكبيره بتبقى موجود في الفريق الثاني. فبالتالي احنا كنادي اهلي عدد الاخطاء اللي كانت موجوده الى حد ما في البطوله العربيه كانت زياده شويه عن الوضع الطبيعي كان في الدوري المصري، فبالتالي الى حد ما استغلها الفريق المنافس بالاهداف اللي احنا شفناها اللي ممكن دخلت فينا وصعبت امور كثيره في البطوله العربيه. اعتقد مباراه الغد هتبقى الى حد ما لازم نقلل من اخطائنا، واعتقد كابتن حسام البدري اتكلم في الجزئيه دي في الفتره اللي فاتت، ونزود طبعا من الايجابيات. خليني هنكمل بقى مع كابتن ربيع وكابتن ياسر والتشكيل الانسب بالنسبه لهم غدا ان شاء الله ممكن يكون عامل ازاي، او اختيارات كابتن حسام البدري للتشكيل الانسب غدا. لكن خليني اروح لفاصل وارجع اسالهم هذا السؤال. بنتكلم على مباراة الغد انها مباراة قوية، فده فعلا قوة المواجهات دايما ما بين الاهلي وسموحة موجودة باستمرار. انا عايز اقول لكم تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة في تاريخ طبعا المواجهات ما بينهم كانت 16 مباراة، عدد فوز للنادي الاهلي 8 مباراه، فوز لسموحه 3 مباريات، اما التعادل فكان 5، 3 هزايم فقط للنادي الاهلي، وطبعا زي ما بقول لكم 8 هزايم لفريق سموحه. التعادلات الايجابيه كانت 4، اما التعادلات السلبيه فكانت مباراه واحده. هداف النادي الاهلي في هذه المباريات ما بين السموحه والاهلي 7 مباريات او 7 اهداف لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد اكثر اللاعبين ايضا مشاركه في هذه المباريات، 10 مباريات لعبد الله السعيد، 12 لاعبا عدد اللاعبين اللي سجلوا في مباريات الاهلي وسموحه، و20 لاعبا شاركوا في مباريات الفرقتين، اربع انتصارات للنادي الاهلي، ده اعلى معدل انتصارات متتاليه للنادي الاهلي، وواحده فقط لسموحه. اما عدد المباريات بدون هزيمه وكان اعلى معدل ايضا 4 للنادي الاهلي و3 مباريات لنادي سموحه، 3 مباريات متتاليه لنادي سموحه. ده تاريخ مواجهات الاهلي وسموحه. كابتن كنت بسال على التشكيل الامثل اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حسام البدري غدا امام سموحه. هو طبعا الموضوع يعني محير شويه، عاوز فكر خاص، عاوز تفكير بعمق كبير جدا يا محمد، عشان برضو اقدر ان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن اقدر افكر بحنكه وخبره غير عاديه. مهم جدا الفورم، مهم جدا الانسجام، مهم جدا التفاهم، مهم جدا الجوانب اللي بحفظها اللاعب، مجموعات اللعب بكره تبقى موجوده. فانا هقيس على اخر مباراه، وفي نفس الوقت كام لعيب ممكن اضيفه، خد بالك ما يخلخلكيش، ما يخلخلش الجانب الفني، الكتله بتاعتي ما يبعزهاش ويبعدها عن اللي انا عاوزه. انا عاوز كتله تتحرك هجوميا بعدد معين، واخد بالك، وكتله دفاعيه ب 11 لعيب منتشرين مترابطين واقفين صح، واقفين تمام. ده وجهه نظري انا. فطبعا التفكير ده كله ده يخليني اقعد افكر اقول في حراسه المرمى خلاص شريف اكرامي، شريف اكرامي موجود، وشريف الشناوي عمل عليه وكويس ومتالق، عوده شريف مهمه جدا. الاربعه يعني انا 3 لعيبه ممكن بس اللي اشركهم في ال 11، مش اكتر من 3. باسم علي باك رايت، ورامي ربيعه مساك، ونجيب مساك، ومعلول باك ليفت. وسط الملعب هو طبعا حسام بيبتدي بعاشور وغالي والسوليه، 2 منهم. انا وجهه نظري ان صالح حكومه انت جربته في المكان ده وابدع وتالق ونجح بامتياز. ده انا وجهه نظري، انا بتكلم كربيع ياسين تمام، انت بتقول واخد بالك، او صالح نجح بامتياز في هذا المكان، يبقى عندي عاشور وصالح الاضافه الرابع بتاع الخماسي اللي بيهاجم بيه. والله انت لا انت كده حسام وعمرو سليه، ما انا بتكلم كربيع ياسين، ما هو خلي بالك انت بتتكلم في المخاطره والابداع يا كابتن، انت بتتكلم سليه، ما هو خلي بالك الابداع مش على حساب ان شاء الله المكسب، انا بدور بابداع بمكسب صحيح، وشغل بمكسب، وانا ابداع اقول لك واعمل انا بابداع بمكسب، زائد انا بعمل مفاجآت ومغامرات لفريق منافس وحافظني يا محمد، واخد بالك من الفرق الكبيره كده. لكن انا قلت لك في الاول ايه، ان حسام غالي كمان ما لعبش الماتش الاخير بعيد، والسوليه غير، هو غيره. انا بتكلم لو انت عاوز تستفيد من الفورمه في واحد في تالقه وفي بداعه،
ان انا خلاص يبقى عندي الحلول كتيره جدا. بالعكس ده انت الحلول الهجوميه طول ما كتر يا محمد تلاقي المنافس اللي قدامك واخد بالك مش عارف انت عايز تعمل ايه. برافو عليك. ده انا بقول وجهه نظري لكن انا عارف حسام بيفكر فيه. خذ الثلاثي اللي قدام وسط الملعب. يعني مين اللي يلعب برضه يا كابتن رامي؟ خلاص انا قلت صالح جمعه ده من وجهه نظري. ومعاه مين؟ مع حسام عاشور. ده ثابت. حسام عاشور. طيب تمام. حسام ياسر ثابت 100%. حسام لابد بص من وجوده. عاشور ده مسمار خط وسط النادي الاهلي اللي بيكنس كل وسط الملعب اللي توقفه قدام الاربعه او الثلاثي في اثناء الهجوم مع رامي ومع نجيب الثلاثي واخد بالك وشريف ده بيقف. وعاشور خبراته في المكان ده كبيره جدا جدا. ماشي يا عم انا بكلمك كفكر انا. تمام تمام. الثلاثي الهجوم حمودي برده في فورمه كويسه وشغال وابتدي بيه وانا ابتديت بيه في اخر مباراه وماشي ومش مصاب ولا حاجه وسليم واموره ماشيه تمام التمام. وانا خلي بالك كل البطوله العربيه انا بدات بيه وماشي وبغيره يعني اكيد لياقته البدنيه صحيح. اكيد فورمته الفنيه هتبقى احسن من وجهه نظري انا واخد بالك. عبد الله السعيد وجوده مهم جدا ورجع وبدا يبقى انا احطه في المكان ده لابد. عبد الله السعيد بص المكان ده هو متفصل عليه مكان مهم جدا وهو وجوده مهم جدا ولما نزل ابدع وتالق وعمل وفره هجوميه وزياده عدديه وعمل شكل بصراحه في خطوره غير عاديه يا محمد على النادي الاهلي على نادي الفيصل الاردني. فعبد الله السعيد وضيع اكتر من هدف وعمل شغل كويس جدا. برضه من وجهه نظري انا هو كده كده العب باجاي وسط الملعب ما العبش بيه الوهمي. اقول لك ليه؟ يبقى دول اجاي وعبد الله السيد وحمودي. اجاي جوكر وبيلعب ورجليه في الملعب وجاهز 100%. فبرضه ده استغله عشان يخلص المباراه لان ممكن ازحزحه في اي وقت. تمام. انا ببتدي كده كده الماتش اللي فاتت براس حربة صريح هو اظهره. طب ليه الماتش ده ما تجيش براس حربة صريح؟ ليه العب وهمي؟ ما انا عندي عمرو جمال من الاول ولد مشتاق الكوره ممكن ان شاء الله اصحابه اصدره لبكره طموحه انه يمشي طموحه منتخب طموحه انه يكسب النادي طموحه حاجات كتيره جدا متغيرات ممكن تفرق مع دوافع اشراكي لعمرو جمال مع اني طبعا عارف ان هو هيدي اجاي وممكن عندك وليد سليمان ومؤمن لكن دي انا بفكر انا لو انا صاحب القرار هو ده اجهز. طب انا هكمل فكرك يا كابتن وانت اخترت صالح جمعه وعبد الله سعيد يمكن كابتن حسام بدري في المباراه الاخيره اشراكهم هما الاثنين في توقيت كانوا مع بعض ممكن في وسط الملعب لا يعني هما موجودين في الملعب مع بعض كان تغيير كان تغيير صحيح. وده حكت حاجه مميزه اضافت للنادي الاهلي هجوم بشكل كتير ولكن هل وجود صالح جمعه وعبد الله السعيد زي ما انت كفكر موجود عند حضرتك على مدار المباراه او من بدايه المباراه يستحملوا النادي الاهلي في جزئيه معينه هي جزئيه الدفاع مثلا وبيبقى يعني الامكانيات الدفاعيه بالنسبه للاثنين لعيبه الى حد ما مش موجوده بشكل كبير الكلام ده مش في النادي الاهلي انا بكلمك اسمع الكلام محمد بس اسمعني بص فضل. انت صالح موظف في مكان معين عشان تاخد منه الجانب الهجومي ده بالكوره تمام. بالكوره هيبقى جنب عبد الله السعيد واخد بالك على يمينه حمودي وعلى شماله أجاي عشان تعمل الخماسي اللي تهاجم بيه تمام. من غير الكوره يرجع مكانه انت فاكر الكوره بتاع هو عنده القدرات البدنيه جاهز. كابتن ويبقى جاهز صالح غير الاول ده. طب اقول لك حاجه انت فاكر الانفراد اللي حصل هي كوره كابتن انت ما تحسبهاش بكره واحده انا بحس انا بحسبها على التزام تمام بيلعب ليه تمام لكن على مدار المباراه بتبقى الامور مختلفه طب ايه بيبتدي بيلعب ليه هو الفتره الاخيره صالح جمعه عشان مميز مميز النهارده مميز في المكان اللي قدام اللي هو مكان عبد الله خلاص وجهات نظر طب ما انت لعبته خلي بالك الشوط الثاني كله في الماتش اللي كسبناه وسط ملعب جنب كان عاشور او مين تمام كانت التغييره دي صحيحه انا قصدي ايه هو جاهز الكلام ده لو انت مش جاهز وفي نفس الوقت انت خلي بالك في مجموعه وظائف لكل لاعب يا محمد صحيح شكرا اللي ما يعملش وظيفته شكرا يقعد ده مسؤوليه كبيره جدا النجم النهارده في النادي النجم بايه بعطاءه وبالتزامه وبشغله الفني وشغله الدفاعي الهجومي مفيش حد من غير الكوره في النادي الاهلي يقدر ما يدافعش يا محمد يبقى تفتقد لو افتقدت واحد يبقى مشكله بالعكس ده انت النهارده بتعمل انتشار وترابط بالكوره من غير الكوره وبالكوره عشان تقدر تاخد عندك وظيفة دفاعية وظيفة هجومية ممكن يوظفه جنبيه في وسط الملعب ده انا بتكلم على كابتن ماشي انا فاهم طب حضرتك اختيارك مثلا لصالح جمعة وعمرو سولية لا هل صالح جمعة هيأدي دور مختلف عن عمرو سولية في الجزء الهجومي انت قلت دلوقتي لما نزل جنب عبد الله السعيد عبد الله نزل الشوط الثاني جنبه شفت من يمين وشمال فرقة الفيصلي بعزائد دفاعيا انت خلي بالك في كورتين كانوا لو دخلوا كانوا يفرقوا جامد الكره بتاع صالح جمعه في القائم اليمين ادي جول تمام ماشي والكره بتاع عبد الله اللي جنب القائم الشمال بالظبط ادي هدفين دول يعملهم مين عبد الله يعملهم صالح جمعه لو دخلوا كانوا فرق انت النهارده بص اصعب حاجه يا محمد لو انا فريق مدرب وبلاعب النادي الاهلي والاقي حجمين كبار
بحجم صالح. وطبعا هو انا من وجهه نظري مش هيبتدي بالاثنين، واخد بالك؟ انا بس بقول كفكره نتناقش طبعا، ونتناقش طبعا، وانا حر في تشكيلي طبعا، طبعاً. انما يعني هو راجل صاحب القرار وصاحب التشكيل وعارف صالح وعارف هو طبعا خد بالك احنا برضو احنا طبعا عشان لعبنا كوره كتف، فكل واحد طبعا مدرب كبير وكابتن ياسر ايضا، لكن برضو الجمهور بيقعد ايه يقول لك انا هحط ده واحط ده يعني طبعا لوجهه نظر. فاللي اقصده انت بص بقى اتبعزع الدفاع ووصلت، وانت النهارده انت كراس حربه صريح لعبت بازارو عشان انت اهو فكرك موجود. عمرو جمال عنده دوافع ثانيه خالص دلوقتي. ممكن تهد الراجل اللي قدامك وتاخده صريح من اول دقيقه عشان تخلص المباراه، ما تحتاجوش تخلص بيه. فده وجهه نظر انا، لكن هو طبعا هو ادرى واحد، وانا عارف يعني. انا قلت لك الكابتن حسام البدري مدرب ناجح الحمد لله، مدرب رائع الحمد لله، لا يمين في المفاجآت ولا المغامرات. انا بقول وجهه نظر، انا اعرف حسام من سنين طويله وربنا يوفقه ويبدع ويتألق ونكسب ان شاء الله. كابتن ياسر يعني برضو رأي حضرتك في ممكن تشكيل الانسب لكابتن حسام بكره، ولو ليك وجهه نظر برضو كده في يعني تغييرات ممكن تكون في الفريق. مفيش وجهه نظر، ما فيش مشكله، احنا بنقول وجهه نظرنا ورأينا وبيوجد في الاول وفي الاخر القرار بتاع الجهاز الفني. بس هي رقم واحد هي طريقه اللعب ونتيجه المباراه والشكل اللي ممكن انا العب بيه وممكن يتغير اثناء المباراه. لكن التشكيل الامثل ليا انا وبخبرتي او وجودي متابع للنادي الاهلي يعني اعتقد، وده اللي كابتن حسام البدر برضو بعض التغييرات يعني احنا لو انا ما يعني في تغييرات بتبقى بسيطه ممكن نختلف معاه. يعني انا شريف اكرامي لا اختلاف عليه، مش تقليلا في اللي موجودين طبعا، شريف الشناوي واحمد ما شاء الله حاجه جميله. عندنا رامي ربيع ومحمد نجيب، انت عارف اتنين سرد باكين يعني الاحتياط، احنا لسه بنشوف مين اللي هيبقى البديل لهم، واقول لك ومين البديل في وقت من الوقت وبرده اثناء المباراه. يعني رامي ربيع ومحمد نجيب برده مش مختلفين عليهم، في باسم علي وعلي معلول. ليه باسم؟ انا ما ينفعش انا حتى لو في البطوله العربيه كان في بعض اللعيبه كانت ماشيه بشكل كويس، لكن انا ما اقدرش اغير الشكل الاساسي بتاعي اللي انا بلعب بيه. يعني انا عندي شكل اساسي انا بلعب بيه، وعندي لعيبه موجوده في مراكز معينه ما ينفعش انا اغير فيها ايا كان، حتى لو اللعيبه عندي حالتها كويسه. لما كابتن ربيع برضو اتكلم على حمودي واتكلم على صالح جمعه، برضو وجودهم معايا مهم ايا كان الشكل اللي انا العب بيه. عندي طرفين علي معلول وباسم، علي معلول موجود ايا كان، ما تحكمش على بطوله او على ماتش انا كنت موفق فيه او ما كنتش موفق فيه، لكن عندي لعيبه مراكز اساسيه بالنسبه، مش تقليل برضو في اللعيبه. انا ما فيش عندي في لعيبه النادي الاهلي زي لعيب منتخب مصر، ما عنديش عندي لعيب اساسي واحتياطي. انا ممكن العب قاعد لاعب احتياطي، وده كان موجود على ايام يعني وليد صلاح الدين كان من اللعيبه القويه جدا، كان موجوده في جنه بقعده لهدف ما، ممكن وليد ينزل لي ربع ساعه نص ساعه يغير نتيجه المباراه. صحيح. عنده حسام عاشور زي ما الكابتن ربيع برضه متفق معاه، اساسي قاعده اساسيه موجوده دلوقتي. ليه؟ خاصه انا طريقه لعب النادي الاهلي تراها هجوميه، فلازم انا برضو ما ينفعش انا كله يبقى بيلعب على قدام، وان الاساس عندي لازم امن حته الديفند. طيب مين اللي يبقى مع حسام عاشور؟ عشان احنا كابتن حسام البدر احنا خلاص ما بيغيرش بنسبه كبيره، ما بيغيرش شكل الطريقه اللي هي الطريقه اللي بنلعب بيها 4-3-2 4-2-3-1. معايا؟ انت معاك. فعندي حسام عاشور مين اللي يبقى في عندي حل من الاثنين؟ لا يبقى معايا حسام غالي، وانا برجح حسام غالي برضو اخر فتره نهائي في الدوري شاف شكل كويس جدا، كان متواجد برضو ليدر في الفريق، وجوده مهم مع اللعيبه، من النوع اللي هو بيعرف ازاي يحفز ويحمس اللعيبه بطريقته هو، ودي بتبقى مطلوبه مع لعيبه النادي الاهلي. ممكن يكون انا كابتن فريق بتبقى طريقه جديده على اللعيب، بس اللعيب لازم يعرف اللي ده مصلحتي في الاول وفي الاخر مع كابتن فريق. تمام. طيب الثلاثه اللي قدام برضه مش هغير من الفرقه. انا عندي مؤمن زكريا، وعندي عبد الله السعيد، وعندي وليد سليمان، اعتقد ثلاثه رجلهم في ايا كان، حتى لو ريحتهم انا مش بريحهم علشان انا بريحهم علشان انا عندي عامر بركات وحمودي يا كابتن. ما انا هقول لك اهو، ما فيش شك، انا بقول لك لسه انا عندي ورق لازم يبقى موجود معايا بره. جميل. عمرو بركات وحمودي، بقول لك اهو لهم دور، وصالح جمعه انت بتكلم عن لازم يبقى معايا ورق، عشان انا مش هلعب 45 ده وهغير. انا عندي ثلاث تغييرات بالنسبه لي حسب سر المباراه. انا ممكن المباراه توصلني ان انا انزل بطريقه هجوميه، لا قدر الله خسران متعادل عايز انهي المباراه، فانا عندي لازم عندي حلول يا كابتن فاروق. صحيح. ما ينفعش انا العب الاوراق اللي معايا كلها حتى اللي احنا متفقين عليه، وده حاجه كويس. انا كمدير فني لما يبقى عندي ناس في الملعب رجلها موجوده وموجوده بشكل كويس وعندي البديل بتاعه، دي مش عامل لي مشكله، ده بالعكس انا ليه احتاجها انزله في الوقت المناسب ليه. واعتقد قدامها هيلعب بقى جاي
يعني انا اعتقد بالشكل اللي انا بقول لك عليه هو دايما كابتن حسام في الفتره اللي فاتت لما بيبقى جزئيه الراس حربه بيعتمد فيها ما بقول لك مش برضه تقليم عماد متعب او عمرو لعيبه كبيره بس خلاص احنا بنتكلم في جزئيه في لعيبه كده كده بنقول في ما ينفعش انا اغير اللعيبه كلها في لعيبه ظهرت زي ما كابتن ربيع برضه في لعيبه ظهرت بشكل في البطوله العربيه كويس ليه هي ظهرت بشكل كويس علشان تقول انا موجود اهو في النادي الاهلي وجوده في 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 مباراه زي دي ما مش تقليلا فيه بالعكس عمرو بركات هحتاجه حمودي هحتاجه صالح جمعه هحتاجه لكن التشكيل اللي انا بقول لك عليه ده الانسب لبوجهة نظري اللي هو يبقى موجود في عنصر شباب في عنصر خبره في عنصر بيلعب طريقه الهجوميه موجود في طريقه دفاعيه موجود كل ده مكمل موجود عندي وعندي اوراق بره لا حسب احتياجك وممكن ما شاء الله اوراق كويسه ما ده ميزه النادي الاهلي اللي انا ميزه البطوله العربيه كابتن بالظبط اللي انت ظهرت يعني انت ممكن بركات ظهر انت باسم علي حسين السيد في لعيبه ظهرت موجوده دلوقتي انت الوقت احنا كابتن حسام بدر قال لك انا ما فيش حد ماشي من الدليل البطوله العربيه ظهرت له لعيبه كان هو في دماغه اللي كانت مش بره حسابات صحيح. لا بالعكس دخل جوه الحسابات تبقى موجود بقى من الفرقه الاساسيه او من الفرقه اللي انت تبقى موجود في بطوله زي بطوله الكاس او بطوله الدوري ده خطوه تانية انا كلاعب نادي اهلي وخلاص بتبص لي نظره تانية لكن الاوراق انا تبقى العب 90 دقيقه بلعب سرطايم فانا لازم يبقى عندي ما ينفعش انا انزل صالح وانزل حمودي وانزل مش عارف مين هتلاقي الموضوع بقى بالعكس انا معايا اوراق بره لازم استفاد منها من خلال 90 دقيقه او الاكسترا تايم طب كابتن ربيع خليني اقول لك يمكن بعض اللاعبين ايه كابتن حسام خلاص يعني بالنسبه له هم دول الاساسيين واحنا كنا بنتكلم يعني رجوع عبد الله السعيد خلاص باستمرار من الراحه ويمكن شارك في البطوله العربيه رجوع حسام عاشور هيفرقوا مع النادي الاهلي كتير قوي في نص ملعب احنا دايما بنتكلم على تثبيت التشكيل دايما في الحته اللي ورا كابتن حسام ما بيغيرهاش يعني علي معلول بيرجع اساسي طبعا لولا الاصابات كان احمد حجازي واحتراف احمد حجازي كان في بعض اللاعبين بيفضلوا موجودين اساسيين دايما كابتن حسام بادئ شغله في التغييرات دايما في الحته اللي قدام خصوصا في الجزء الثلاثي اللي هو تحت الفيرو لان الوفره عندك في اللي قدام التفكير دايما في القدام في قدام التنويع في اللي قدام الخبرات اللي ورا ليه يا كابتن حسام ما بيحاولش لا اصل خلي بالك اللي ورا بس نوضح برضه انت بتلعب بتثبت خط ظهرك بتثبت انسجامك بتثبت التفاهم بتعمل فورمه فورمه رياضيه يعني اللعيب في احسن حالاته وابداعه الطبيعي جدا يا محمد ماتش غير اثنين غير لما الاقي النهارده شريف اكرامي بيلعب موسم رائع اشيله ازاي هو عامل موسم رائع تمام. انت فاهم قصدي؟ لما الاقي النهارده حجازي الاساسي بتاع منتخب مصر ونجم النجوم وبيطلع يسجل لي وبيعمل لي اللي انا عاوزه كله دفاعيا يا محمد يبقى قاعده ازاي؟ صح لما بقول النهارده اجيبه واخد بالك واديله مش عارف هو محترف وفي منتخب باك ليفت منتخب تونس وراجل ماشي كويس وبدا يزيد ويتالق وينسجم ويعمل لا ثبته ده طبيعي جدا يبقى في حالات معينه انا غير في حالات معينه واخد بالك؟ لما الاقي احمد فتحي النهارده نجم مصر واحسن باك ليفت في مصر طبيعي جدا يبقى موجود وطول ما عندوش اصابه ولا ايقافات اثبته محمد باخد منه ده احمد فتحي عامل موسم رائع خد بالك فادي القلب عندك رامي ونجيب حاليا هم احسن اثنين موجودين سعد برده كان ماشي ما شاء الله السنه دي رائع لكن اصابه وانا اعتقد لو سعد ما كان سليم كان هيلعب ماتش بكره بامر الله تعالى فمن هنا بثبت انا الموضوع مش هو التغييرات في وقت مناسب محمد التدوير في وقت مناسب واخد لان انت التثبيت ده خلق لك جانب فني تقدر ان شاء الله الرحمن تاخد اللي انت عاوزه منه اللي انت عاوزه انما افضل اغير التغيير في حدود انذار كارت احمر اصابه مش موفق لا والتغيير بيبقى من واحد اثنين من مباراه لمباراه مش خمسه سته سبعه وطبعا في نهايه الموسم بيبقى في تقييم بقى تقييم ان انا ممكن لو دخلت على كاس بطوله زي البطوله العربيه جربت فيها ناس كتير جدا وقعدت وريحت خد بالك احنا عندنا المواسم متلاحمه ومتلاصقه ومع بعض فبعمل حاجه جانب من الاستشفاء اللي لعيبه بتحرق طول السنه في النادي الاهلي ومنتخب مصر عشان الموسم الجديد انما انت عندك بثبت رامي ماشي كويس جدا الفتره الاخيره بصراحه ماشي كويس رامي نجيب لعيب قلنا محترم بيقعد ماشي بيلعب ماشي بديل رائع وزي الفل وتمام التمام ومعمول الطبيعي ماشي في فورمه كويسه وهو الباك ليفت الاساسي في النادي الاهلي خد بالك باسم من اللعيبه الكويسه وعملت بطوله كويسه وعملت ماتشات اخيره في الدوري والبطوله رائع لكن مكانه برضو احمد فتحي السؤال بقى اللي ممكن اساله لكم انتوا الاثنين في وجود صالح ووجود عبد الله السعيد الاثنين دول
ايه اخبار الفورم بتاعهم الفتره الاخيره؟ راعين ولا مش راعين؟ يلعبوا ولا ما يلعبوش؟ صلاح هيخش منتخب مصر ان شاء الله كابتن، يعني ده متوقع يعني. يبقى انا من وجهه نظري اكسب بالتين يا ياسر، انا ممكن اوظف بدل عندي اثنين في فورمه عاليه. واخد بالك انت من السؤال؟ كابتن ربيع عايز يرسخ الفكره اللي هو كان عايز يقولها من الاول. لا لا لا، هو وجهه نظر على فكره، هو وجهه نظر محترم برضه. لا هو صالح ما فيش شك فيه، انا اكسبه يعني. واضح جدا من مشاركته في الفتره اللي فاتت ان هو مركز، عنده حته الفني والبدني عالي بشكل كبير، مركز بشكل كبير يا كابتن في الاول وفي الاخر. فبالتالي لا، لازم طبعا كابتن حسام يستفاد منه بشكل كبير، وانا عارف ان هو ابنك. ما لا يا كابتن، لا يا كابتن ربيع كويس، بس انا بتكلم في جزئيه يعني بالطريقه اللي انا هلعب بيها. العب عبد الله ولا العب صالح؟ عبد الله مكانه محجوز في النادي اللي هو معروف تحت راسه. خلي بالك هو كابتن ربيع وجهه نظره ان هم الاثنين يبقوا موجودين في الملعب، سواء عبد الله قدام وتحت صالح. ما فيش مشكله على فكره، هيجي وقت من اوقات المباراه بقول لك هتلاقي، ما بقول لك هتيجي وقت من اوقات المباراه هتلاقيها. انت شفت الفركشه الدفاعيه الفرديه والجماعيه بالنسبه لفريق الفيصلي الاردني بعد نزول عبد الله؟ طبعا، ولو في توفيق كانت الاهداف راحت، بس ربنا ما كانش شبهها بصراحه. انا قصدي ان صالح في احسن حالاته الفترة الأخيرة كلها لعب فيها ياسر بيسجل، هو بيسجلش، هو ماشي في الشكل كويس جدا. وعبد الله لابد من عودته في مكانه تحت راس حربة، لأن المكان ده مواصفات خاصة، أكتر واحد بيجيدها في النادي الأهلي هو عبد الله السعيد. يبقى أنا أكسب عبد الله، أنا احتجت خلي بالك عبد الله مع صالح ونزلته ونجح، ولعبت صالح خلي بالك ديفندر تاني في الماتش اللي قبل بتاع الجزائر ونجح ودافع، ولما تقعد النهارده عدد خاصة. طب كابتن كويس، أنت يعني واحنا بنتكلم كده انت بتديني فكره ان بيبقى في بقى، ما دام انا عايز عبد الله، لو انت حضرتك بتتكلم لمدير فني ان عبد الله بيبقى في الجزئيه دي وخروجه او طلوعه للجزء الامامي، بتدي واجبات بقى اخرى للباكين ان هم متواجدين في حاله وجود عبد الله باستمرار. خلي بالك بطريقه كابتن ربيع، بكلام كابتن ربيع بعد اذا كابتن ربيع، بطريقه كابتن ربيع لما لعب عبد الله السعيد وصالح جمعه، لازم انا ما ينفعش، ما انا عندي خلي بالك علي معلول بيطير، بس معلول بيطير، لازم واحد من الاثنين. طالما انا عندي عبد الله السعيد وعندي صالح جمعه، وهيبقى عندي مثلا مؤمن زكريا ووليد سليمان وجاي ومثلا فرد من فرد كم، لازم يبقى انا في الحاله دي بكلام كابتن ربيع، يبقى لازم الباكين دولت ايا كان مين الموجود لازم مأمنين كويس، عشان هيبقى عندي طفره هجوميه كبيره قوي، فيبقى لازم عندي الطرفين اللي ورا دول لازم يأمنوني كويس. عايز اقول حاجه ثانيه، معلش استحملوني، لو انا الشوط الثاني مع صالح بره وبدات بعبد الله السعيد، هغيره ولا مش هغيره؟ هتردوا عليا يعني صالح جمعه هينزل؟ هينزل مش هينزل؟ هيلعب في موبين، الثلاثه موجودين في الملعب. هينزل ايوه، بس كابتن حسب نتيجه المباراه والتوقيت نفسه حسب يعني مش هنزل صالح الا وانا ما كسبان؟ لا بالعكس، انت لو انت محتاج المكسب انا بتكلم. لا ما يعني حسب ظروف المباراه اكتر، يعني محتاج المكسب يعني اكتر، يعني مزنوق، وبرضه يعني على حسب طريقه اللعب الفريق اللي قدامك. يعني انت كفريق نادي الاهلي، انت بتهاجم باستمرار والفريق اللي قدامك بيدافع، في الوقت ده انا ممكن استغل صالح سر المباراه ماشي ازاي. سر المباراه ماشي ازاي؟ الفريق بتاع هيدافع بتسع لعيبه. ماشي، مش موضوع طريقتي انا. انا افركش ده بطريقتي انا، بشغلي انا، بفكري انا، بلاعبية انا. المدرب والله ادينا كده بنتكلم، اصل ده فني. احنا استاذ الاهلي هنا شغل فني. بص بكره العصر هيبقوا في 18، انت متوقع غير ده؟ طبعا متوقع، ده بيدافع ويلعب على المرتدات. انت حلولك انت بلاعبيك بقدراتك. بص يا كابتن انا مبسوط كابتن ربيع. لا انا بكلمك عشان انا يعني الشغل الفني على فكره يا كابتن ربيع، وهو كمدير فني ده على فكره بتبقى ميزه تحير المدير الفني. اللي انا عندي متكمل لاعبين اللي هم المهريين زي عبد الله السعيد، زي صالح جمعه، زي وليد، زي في ناس مهريين. اكيد سعيد بان عنده العدد المميز من اللاعبين اللي عنده القدره انه يقدر يلعب كلها بيبقى الجهاز الفني. انا عندي كم لعيبه موجوده، ابتدي بمين واقعد مين؟ كل ده على فكره انا مرتاح. وممكن لو انا هقعد زي كابتن ربيع بتكلم، هقعد صالح جمعه اكيد بتكلم معاه وبقول له دورك هيبقى موجود وهتنزل، يعني ليك دور. فنتيجه المباراه هي اللي بتوقف على 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 الكلام اللي كابتن ربيع بيقوله. لكن انا مش هقول لك صالح، طب صالح الفتره الاخيره من احسن لعيبه في النادي الاهلي، واحنا كنا بنقول من زمان الكلام ده، بنقول له في اساسات للاعب كره القدم، منها اللي انت تحافظ على نفسك ازاي، حاجات كتير قوي مش ما ينفعش، لكن خلاص انت مستوعبها. عشان كده وجود صالح في بدايه المباراه او نهايه المباراه موجود وهيبقى مهم، هيبتدي او هيقعد. لا صالح له دور، بس ايا كان الدور هم كجهاز فني لهم رؤيه، طبعا لهم رؤيه تانية غير اللي احنا شايفينها، عارف هيحتاج اللاعب امتى. فكل ده هي بتبقى متوقفه على الجهاز الفني. بس كابتن ربيع بص، ليه وجهه نظر وانا بحبها وبحترمها. لا ده هو طبعا. انا كتبت تشكيلي انا قلت خلاص بقى كابتن، لا كتبت تشكيل كابتن، خليه لوقت تاني بتكلم عموما يعني.
انا فملك التشكيل انا وبكتب تشكيل الكابتن حسام. ما تشكيل الكابتن حسام انا اعتقد ان احنا لكن انا بتكلم على انت باي حال من الاحوال صالح بره عبد الله بره الاثنين في وقت من الاوقات هلعبوا جنب بعض. طيب ما هقول لك تشكيل جداً. هقول لحضرتك تشكيل وتقول لي ده تشكيل كابتن حسام على فكره كابتن بقى احنا ده في تشكيل لا لا لا, لا بس لازم انا برده ده بالعكس عشان اللعيبه برده ممكن اقول سريع اقول لكابتن كان كابتن ربيع يعني انا اعتقد لو انا بقول لك فكر كابتن حسام شريف اكرام ورامي ربيع ومحمد نجي علي معلول باسم علي حسام عاشور حسام غالي مؤمن زكريا عبد الله السعيد وليد سليمان اجاي ده فكر كابتن حسام ولا مش فكره؟ ده موجود لا يعني لا طبعا. انت ممكن تبتدي بحمودي زي ما ممكن تبتدي بصلاح محمود بس انا بقول لك الجزء اللي انا اعتقد اللي هو بتاع عارف ليه يا كابتن ربيع انا لو حطيت عمرو بركات مثلا يا كابتن ماهو يعني الموضوع انا اعتقد برضه هو مش عايز يغير الشكل الاساسي اللي هو كان بيلعب بيه نفس الدور هو الشكل موجود لا الناس اللي هي موجوده في بطوله الدوري وموجوده في بطوله الكاس هو مش عشان انت بتلعب بطوله عربيه كانت الا اظهار لبعض اللعيبه هدفها هو طبعا الفوز والوصول للدور النهائي فكابتن حسام بدري بيختار افضل تشكيل والانسب تشكيل بالنسبه لهذه المباراه عشان يعدي طبعا ويكسب ان شاء الله التوفيق باذن الله كابتن ربيع انا بشكرك كابتن ربيع شكرا كابتن ربيع شرفت طبعا وجهه نظرك ما بضحكش والله انا ببقى سعيد جدا كابتن ربيع بيقول التحليل الفني لان خبرات كبيره كابتن ربيع سين في كره القدم سواء بقى لعيب كوره او مدرب كابتن بكره ونكسر ان شاء الله كابتن ربيع ان شاء الله كابتن ياسر بشكرك كابتن ياسر شكرا كابتن ربيع لا اكيد والله وبنتمنى ان شاء الله ان المباراه النادي الاهلي يساعدنا وده ان هم عارفين له دي بطوله وحباب الجمهور النادي الاهلي زي بطوله الدوري ان شاء الله اكيد يعني اكيد النادي الاهلي من خلال هذه البطوله خروج من البطوله العربيه يعني ما كسبناهاش اكيد الهدف الاكبر دلوقتي هو او بنيته الصفحه صفحه بطوله عربيه وبنركز في بطوله كاس مصر اللي هي المفروض مباراه واحده ثم وصول النهائي يعني مباراتين وتاخد كاس مصر فبالتالي اعتقد اللاعبين يهمهم تاريخهم بيضاف ليه بطولات بيفرحوا جمهورهم وجماهير النادي الاهلي بيضيفوا للنادي الاهلي بطوله مهمه بقى لها فتره طويله مش موجوده داخل جدران النادي الاهلي اعتقد كابتن حسام البدري من خلال البطوله العربيه بعض السلبيات اللي اكيد عالجها بشكل كبير الاخطاء اللي كانت موجوده لازم تقل بشكل كبير عشان تطلع فريق قوي وعنده طموح ايضا هو فريق سموحه يا رب كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي عندنا ايضا تغطيه بكره لهذه المباراه من خلال استاد الاهلي بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير ما تروحوش بعيد وكملوا في قناه الاهلي